أهلا بكم من جديد. أعرف أن السادة المحافظين في مصر يقفون على خط النار، كل محافظ هو قدام فوهة المدفع. الناس في مصر عندها تطلعات وطموحات كتيرة وكبيرة، وبيبقى بصين للمحافظ أنه لديه عصا سحري، يعني الناس يعني تقول له فهو يقول كن فيكون. صحيح الناس ممكن تبقى معذورة لأن عايزة حاجتها تخلص، لكن كمان لازم نسمع على الجانب الآخر من المسؤول، لأنه هو بالظبط هيقول إحنا نقدر نعمل إيه وما نقدرش نعمل إيه، عندنا إمكانيات ننفذ إيه وما عندناش إمكانيات فيمنعنا من تنفيذ إيه. الحقيقة إحنا عدنا مرة أخرى لأن إحنا هنا في 90 دقيقة، يعني كان عندنا حلقات أطلقنا عليها مجلس المحافظين، واستضفنا قبل ذلك عدد كبير من السادة المحافظين، لكن دي أول حلقة بعد حركة المحافظين الأخيرة اللي كان فيها تغيير لعدد كبير من المحافظين، في وجوه كتير الحقيقة وجوه مبشرة. من بين هذه الوجوه ومن اللحظة الأولى بالنسبة لي وبالنسبة لعدد كبير جدا من الناس كان الدكتور كمال جاد شاروبي محافظ الدقهلية. استبشرنا بوجوده خير، هو رجل عالم في تخصصه، خرج من جامعة قناة السويس إلى مسؤوليته كمحافظ للدقهلية. هذه الرحلة الطويلة ما بين من العلم إلى العمل التنفيذي هنشوفها كانت عاملة إزاي، لكن بعد ترحيبي بضيف الكريم، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. احنا يمكن اتكلمنا اكتر من مره يعني هاتفيا، لكن بشكر حضرتك على قبول هذه الدعوه انك تكون معنا على الهوا. وخليني اسال حضرتك كده في الاول، شفت الدقهلية ازاي اول ما وصلت؟ لا انا يعني كعاده اساتذه الجامعه دايما لما بيبقى قدامه حاجه موضوع بيدرسه كويس الأول. بيحاول بيدرس فطبعا انا قعدت يومين ثلاثه بل يمكن اسبوع كامل اجمع داتا عن محافظه الدقهليه ومراكزها ومدنها، ايه المناطق السياحيه اللي فيها بتتميز بايه، ايه المشاكل اللي موجوده. وقتها حتى يمكن بحثت عن مين المحافظين السابقين وخبراتهم وكده، وده شيء طبيعي بالنسبه لنا احنا كاساتذه جامعه دايما بدايه الموضوع ان نعمل تجميع للمعلومات الاول والدراسات السابقه. الدراسات السابقه بالظبط كده. فكان كانت البدايه ان انا جمعت الحقيقه وابتديت انزل من النت بعض المعلومات والحاجات دي، ولما طبعا يعني انا عرفت محافظه الدقهليه كمحافظه كبيره جدا، محافظه متميزه كمساحة وكعدد بعد سكان. بعد البحيرة وكفر الشيخ هي لا ده بعد القاهرة، واعتقد القاهرة والجيزة ويمكن هي رقم ثلاثة او الشرقية تيجي بعد البحيرة يعني رقم البحيرة برضو تقصد كمساحة لكن عدد سكان هي رقم ثلاثة تقريبا على مستوى الجمهورية، لان وصلنا 6.7 مليون. 6.7 مليون نسمة. ده انت فرقتك كتير كده. فبقول لهم احنا قد خمس محافظات من المحافظات طبعا الصغيرة، وقد اربع خمس دول من دول الخليج يعني. يعني احنا محافظه كبيره قوي. محافظه متميزه. انت الشارع التجاري عندك هناك ممكن يبقى قد قطر مثلا. بالظبط كده يعني احنا عدد الناس عندنا كتير. ما شاء الله. عندنا كمان مدن كبيره قوي، عندنا 21 مركز ومدينه منتشره على المحافظه. عندنا كمان محافظة متنوعة الحقيقة، هي محافظة صحيح أساسا زراعية لكن فيها صناعة، فيها جزء على البحر المتوسط، وده بيدينا كمان رؤية، وإن شاء الله مدينة المنصورة الجديدة دي هتضيف كثيرا ليها. عندنا جمصة كمدينة برضو متميزة كمصيف، عندنا مناطق سياحية متميزة، المنصورة كمان ليها تاريخ من طبعًا. من عشرات مش هقول عشرات المئات من السنين، لانه طبعا تاريخ نضالي محترم يعني بالظبط. طيب خليني ابدا مباشره او نشتبك مع بقى الملفات الاساسيه، ولو بدانا بملف الصحه، وخليني ابدا من الزياره الاخيره بتاعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. احنا كنا بنتكلم اول امبارح تقريبا كان امبارح على طول كان عند حضرتك.
وكان بادي كده ان في مشكله في المستشفيات وفي الاول. ايه ازمه مشكله 100 غمر دي؟ كانت غريبه شويه. طيب انا هقول لحضرتك الاول الملف الصحه وبعدين نرجع ونرجع تاني لمستشفى 100 غمر. احنا محافظه الدقهليه الحقيقه محافظه متميزه جدا في مجال الصحه. صحيح. وعندنا عدد كبير جدا من المراكز الصحيه المتميزه، عندنا مركز الكلى، عندنا مركز الجهاز الهضمي، عندنا مركز الكبد، عندنا مراكز ناس كمان بتيجي من خارج محافظة الدقهلية بتتعالج عندنا، وحتى من الدول العربية بتوصل لمدينة المنصورة بتميزها في مجال الصحة. لكن في بعض الملفات اللي هي كانت الحقيقة مركونة من عشرات السنين يعني، ومنها ملف مستشفى مدينة غمر. مستشفى 100 غمر بالذات دي كان فيها مشكلة ما بين المقاول اللي سلمها، وبعد ما سلمها اتضح ان فيها شوية مشاكل من الناحية الهندسية على سنة 96 على 96 وحصل طبعا قرار ان احنا نفض المستشفى لانها مستشفى تمثل خطورة على الناس، وبالتالي اصبحت المستشفى لا قادرين نهدها ولا قادرين نشتغل فيها، وليها 22 سنة بهذا الشكل. انا لما جيت قلت لهم يعني زرت المستشفى، وكانت فرصة طبعا في أول زيارة لمعالي رئيس الوزراء عندنا إن إحنا يعني مش كل حاجة وردي كل حاجة حلوة، لكن صحيح السيد الرئيس علمنا إنه لازم يعني نقتحم الصعاب ونحل زي ما المشكلة الاقتصادية اللي إحنا فيها اللي كانت مؤجلة من 30 سنة ابتدينا ندخلها دلوقتي. طب والقصة بتاعت المستشفى دي نفس الكلام. فلما فتحنا الموضوع مع معالي السيد رئيس الوزراء الحقيقة مشكورا رحب إن هو يشوفها ويزورها، ويمكن برضو ان شاء الله خطوات تنفيذيه للحل بكره الصبح ان شاء الله في على مكتب السيده وزيره الصحه، وانا من هنا يعني ببعت لها كل التحيه والتقدير لان اهتمامها بهذا الموضوع، وان شاء الله على يوم الاربعاء القادم كما وعدنا معالي رئيس الوزراء ان شاء الله هيحصل اجتماع ما بين الشركه المنفذه الاربعاء الاسبوع الجاي يمكن بعد مجلس الوزراء، انا ما اعرفش مجلس الوزراء يبقى الاسبوع الاربعاء ده ولا الاربعاء اللي بعده، لكن بعد ما مجلس الوزراء ان شاء الله هيبقى في لقاء ما بين الشركه المنافسه ومديريه الصحه في الدهليه عشان حل نحل على طول على الملف ده اللي اتاجل 20 سنه. يعني فندم الخلاف ان المستشفى كان فيه مشاكل هندسيه بالظبط، فما تم يعني تم ظهرت شروخ وظهرت مشاكل من الناحيه الانشائيه فخافوا على. طب انا بتكلم على 22 سنه كلها في القضاء. في القضاء المشكله في القضاء، انه المشكله المستشفى موجوده في القضاء، فكل يعني الساده المحافظين السابقين طبعا موضوع معروض على القضاء فما نقدرش ناخد فيه قرار فاجلوا المواضيع لغايه لما يبت القضاء، الى ان حاليا دلوقتي لغايه دلوقتي لم يبت في القضيه. في القضيه يعني اللي هيحصل اقرب الى مساله تسويه ما بين المقاول والحكومه. احنا ما نقعدش نستنى طيب لغايه امتى؟ 22 سنه. النهارده الحاجه اللي كنا هنهدها ونبنيها مثلا ب 100 مليون النهارده بتكلفنا 300 مليون. صحيح. يعني فبالتالي لازم ناخد قرار سريع. وانا يعني الحقيقه بحيي السيد رئيس مجلس الوزراء حقيقه برضه هو بيقتحم الامور وبيحل بسرعه ومن الموقع على طول، كان اتصالاته مباشره واحنا موجودين في الموقع، واخد خطوات ان شاء الله باذن الله تكلل بالنجاح ان شاء الله وتحل مشكله المستشفى، سواء كان ان هتزال المستشفى وتتبني مكانها حاجه جديده او يعني يبقى ليها حل اخر. يعني ده اقتراح قائم انه تتهد وتتبني. طب ده مستشفى 100 غمر اللي هي بتمثل حاله يعني. تمام. اوضاع المستشفيات في الدقهليه يعني. احنا عندنا الحقيقه في الدقهليه عندنا عدد من المستشفيات الرائعه، عندنا مستشفى المنصوره الدولي ودي فيها كل التخصصات، كمان مدينه المنصوره بتتميز ان احنا عندنا الجامعه، والجامعة هي جامعة يعني رائعة بكل المقاييس، عندنا 12 مستشفى متخصص في جامعة المنصورة بالإضافة إلى طبعا حوالي يمكن 31 مستشفى من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أكثر من 50 مستشفى لمستشفيات حكومية غير تابعة لوزارة الصحة، يعني تبقى مثلا التأمين الصحي وخلافه. عندنا القطاع الخاص عندنا عدد من المستشفيات لا بأس بها، عندنا كتير جداً عدد كتير جدا يمكن اضعاف. المنصوره معروف انه يعني هي مدينه من مدن الطب يعني. صحيح. والمستشفيات الحقيقه متوزعه على كل المدن والمراكز. وعندنا انا زرت احد القرى فيها الحقيقه وحده صحيه، الاهالي قاموا بتطويرها
وبناء دورين عليها، وحطوا فيها 26 مكنة غسيل كلوي بالإضافة إلى حوالي 20 حضانة. يعني كمان عندنا المجتمع المدني الحقيقة مجتمع رائع جدا ومتميز في محافظة الدقهلية. امبارح كان في إشارة إلى أنه في المدارس اللي هم 96 مدرسة اللي اتبنوا، منهم 36 كان الأهالي متبرعين. لا مش 36 لكن في جزء كبير جدا منهم متبرعين، لكن في 4 مدارس الحقيقة كانوا متبرعين بالأرض ومتبرعين كم بفلوس. يعني احد المدارس كانت فيلا لاحد المواطنين، اتبرع بالفيلا واتبرع ب 2 مليون جنيه كمان عشان البنى. عشان البنى. فالمجتمع المدني الحقيقه متميز، وانا اسمح لي من خلال نافذه هذا البرنامج احيي كل رجال الاعمال والمجتمع المدني على دعمه للعمليه التعليميه والعمليه الصحيه، وهم داعمين الحقيقه في كل الاتجاه. يعني طيب. ده بالنسبة للمدارس. بالمناسبة احنا عندنا مدارس برضو متميزة، لكن ما زلنا هناك في بعض العجز في او الكثافات الفصول. احنا السنة دي استلمنا 96 مدرسة اشتغلت، لكن عندنا 52 مدرسة تحت التنفيذ، يعني لسه بتتنفذ، وعندنا 27 مدرسة ان شاء الله هنطرحها، خلصنا اجراءاتها هتطرح للتنفيذ يعني في العام القادم. بمعنى ان احنا بنسبق الاحداث عشان نقلل من الكثافات. انتم مشكله الكثافات وضعها ايه عندكم يا فندم؟ هي الكثافات عندنا في مدارس بتتراوح ما بين 45 و55، لكن في قله قليله جدا. دي مش كثافات. نعم دي ما فيش كثافه. دي لكن دي في قله في بعض. يعني هي كثافه بشكل يعني مجرد هي كثافه، لكن بشكل نسبي للكثافات الثانيه تعتبر مش حاجه. بس في مدارس وصل فيها 70. في مدارس وصل فيها 70، وده اللي احنا بنحاول. هي بوجه عام على فكره المتوسط 50 في محافظه الدقهليه، متوسط كله. لكن حضرتك في مدارس فيها 45 وفي مدارس 55 وفيها 70 برضه، في مدارس فيها 70. فاحنا اللي بنعمل عليه ان هو ال 70 ده ما يظلش يبقى 70، لازم الكثافات تقل. طبعا حته التوزيع حضرتك، احنا يمكن من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في محافظه الدقهليه ان كل الارض ارض زراعيه. ما عندناش ظهير صحراوي. في الدهليه طبعا. الاراضي شحيحه جدا، وبالتالي بندور على الاراضي، سواء الناس، وهنا دور المجتمع المدني اللي بيتبرعوا بالحقيقه، بيجوا في قريه وبيتبرعوا بارض. وبناخد الاجراءات طبعا والموافقات ان هي تتحول من ارض زراعيه الى مبنى خدمي طبعا، مستشفى دي بتادي سوري مدرسه بتادي خدمه تعليميه متميزه، وبالتالي احنا محتاجين ده. هم بيساعدونا في هذا الاتجاه، يعني بيتبرعوا بالاراضي، لكن ما زلنا برضه ان العدد اللي احنا عايزينه اكتر من اللي موجود. طب ده بالنسبه للي هم الجناحين بتوع اي محافظه، اللي هو الصحه والتعليم. لو جينا للمحافظه، كل محافظه فيها عدد من المشروعات القوميه، ويمكن كان من التكليفات الواضحه جدا سواء في اجتماع حضراتكم مع بعد حلف اليمين او الاجتماع الاول مع رئيس الوزراء، في توجيه انه من المهام الاساسيه لكل محافظ هي المتابعه الاساسيه لتنفيذ المشروعات القوميه. خريطه هذه المشروعات في الدقهليه ايه؟ ووصلنا لانهي مرحله في تنفيذها؟ احنا عندنا خريطه كبيره شويه، خريطه داخل المنصوره. لو اتكلمنا على داخل المنصوره فاحنا بنتكلم عن عندنا مشروعين شغالين فيهم دلوقتي. مشروع بنسميه منطقه الهابي لاند، او دي حديقه اصلا بنحاول نطورها ونعمل تحتها جراج 500 سياره. يعني تحت الجنينه بالكامل هيتعمل باركنج، وفي نفس الوقت هيبقى تطوير للمكان وتوصيله بالنيل، لانه طبعا بيبقى هي على كورنيش النيل مباشره، هيبقى فيه كوبري بحيث ان احنا نعيد تخطيط هذه المنطقه. عندنا مشروع اخر اللي هو حديقه الحيوان، كانت حديقه حيوان متواضعه جدا فيها 5-6 حيوانات. فابتدينا المساحه كبيره، فابتدينا احنا كنا نسمع عنها كتير وما نشوفهاش، وللاسف الدخل بتاعها ما بيقدرش يصرف على الحيوانات، فكانت فكره لا نحولها الى حاجه استثماريه. فالحديقه من الخارج كلها عدت تصميمها ان هي تبقى عباره عن محلات، والمحلات ايجار المحلات ده يصرف على الحديقه، وبالتالي مساحتها قد ايه يا فندم؟ يمكن حوالي 5 فدادين، لكن هي مساحه مش قليله. وفي نفس الوقت
ممكن تبقى متناسبه مع المدينه، لا يعني عدد الحيوانات كان هيتضاعف عشرات المرات يعني. احنا كمان الحيوانات اتنقلت كمان هتاخد حيوانات الجيزه، وان شاء الله بعد ما نعيد تاخدوها تاني تخطيط هناخدها تاني وهناخد عليها اعداد اخرى وحيوانات اخرى، بحيث ان هي تبقى برضو مزار اولا لطلاب المدارس عندنا والشعب المنصوره. لما تبقى في حديقه حيوان تبقى حاجه متميزه، لكن التخطيط العام للمنطقه ان انا كمان هي حديقه متميزه ان في اربع شوارع من كل الجهات. فبحتاجنا نعمل زي محلات وفي نفس الوقت باركنج عشان الزوار، لان الناس اللي بتيجي للجنينه ولو ركنت في الشارع بتسد الشارع. فبالتالي التخطيط شمل انه يسمح بعدد على الاقل 70 سياره تحت في من الزوار، وفي نفس الوقت المحلات دي عشان تضيف دخل للمصاريف للحديقه وتبقى مكافيه نفسها وفيها فائض كمان للتطوير. يبقى ده المشروع الثاني. المشروع الثالث اللي هو الاتوبيس النهري. الاتوبيس النهري احنا بدانا باربع محطات على النيل، ان احنا عايزين عندنا نهر النيل موجود، فبالتالي عايزين نستفيد من نهر النيل موجود وجميل في المنصوره فبالتالي احنا كمان الجانب الاخر مدينه طلخه. فاحنا عندنا المنصوره طلخه صحيح. وفي ناس كتير جدا بتعدي من خلال كوبري طلخه، واحنا محتاجين ان تبقى وسيله مواصلات سريعه وامنه وفي نفس الوقت رخيصه، لانه طبعا يعني يبقى اتوبيس نهري وممتعه كمان بالظبط. فاحنا دلوقتي في طريقنا احنا بنعمل اربع مراسي، هيبقى في اتوبيس نهري، في تاكسي نهري، في مطاعم عائمه في على النيل، يبقى دي عندنا شويه برضو فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت انت بتقدم خدمه للمواطنين عشان تحل ازمه الايه؟ ازمه المواصلات اللي هي بتعدي على طول على كوبري طلخه او كان كوبري الجامعه. لا احنا بخفف عليهم الضغط من خلال الاتوبيس النهري، واحنا بدانا فعلا في الاربع مراسي وان شاء الله يعني متوقع يعني قريب جدا نخلصهم يعني. يعني دي الحاجات الاساسيه. ده الحاجات الاساسيه في مدينه المنصوره، بالاضافه توسعه الكورنيش دي لسه مشروع قدامنا. في حائط ساند بيتعمل عشان المشايه العليا، يعني في حائط بتنفذه دلوقتي الهيئه الهندسيه عشان بتوسع لنا الممشى العلوي، فده هيضيف حاره اخرى للمرور هتساعدنا، لان مدينه المنصوره من مشاكلها مشاكل المرور. وعشان كده يمكن حتى الاسبوع الماضي كان في توقيع عقد ما بين هيئه الانفاق ومكتب فرنسي من خلال منحه فرنسيه من الحكومه الفرنسيه ب 750 الف يورو لدراسه الوضع النقل داخل مدينه المنصوره او ما يسمى بمترو المنصوره. فانا يعني شرفت مع معالي السيد وزير النقل انه حضرنا حفل توقيع العقد ما بين المكتب الاستشاري الفرنسي وهيئه الانفاق على انهم يعملوا دراسات ان شاء الله هينزلوا اخر هذا الشهر، بالاستعانه مع جامعه المنصوره وكليه الهندسه بالذات في من خلال متخصصين ان هم يبتدوا يعملوا دراسات اوليه لمده اربع شهور، نشوف خطوط السير، خطوط الزحمه فين، اماكن المحطات المتوقعه تبقى ايه، هل هو خط مترو ولا هيبقى خط يعني تلفريك ولا ايه نوع لسه التصور يعني التصور لسه هم اللي بيحددوا التصور ده. وهيدخل كمان معاهم من ضمن التصور ده كيفيه ربط مدينه المنصوره القديمه مع مدينه المنصوره الجديده. يعني فكره انه يبقى في قطار كهربائي ما بين المدينتين مرا ببعض المدن والمراكز اللي موجوده في النص، فده بيساعد كمان في عمليه الربط. واحنا عايزين مدينه المنصوره دي اللي هي المدينه المصممه على اعلى مستوى زي ما بيقولوا المدن الجيل الرابع تبقى لازم اربطها كمان عشان مدن الناس تبقى تروح وتيجي بسهوله، بالاضافه للخدمات اللي هتبقى موجوده، لانه مدينه المنصوره باللي فيها دلوقتي من المراكز محتاجه برضه الناس لازم تنتقل من المنصوره القديمه للمنصوره الجديده. احنا وصلنا فيها لفين يا فندم؟ المنصوره الجديده الحقيقه انا رحت امبارح، يمكن اول مره كنت اروح مع السيد رئيس الوزراء. الحقيقه انا انبهرت بما يتم خلال 10 شهور حضرتك، كميه مباني وعمارات سكنيه سواء كان اقتصاديه او مساكن برضو عاليه التكاليف او حتى الفلل، وبالاضافه الى اللي عجبني اكتر الحقيقه انا بالنسبه لي الممشى اللي موجود على كورنيش مدينه المنصوره الجديده. كورنيش هم بينفذوا دلوقتي حوالي 800 متر، حاجه على اعلى مستوى من التنفيذ، يعني ممشى جري، تراك للجري، في ممشى
في مكان للسيارات، في مكان خضرة، في أماكن للجلوس على الكورنيش، الكورنيش مباشرة على البحر على بعد يمكن 50 متر من البحر، حاجة رائعة جدا، بالإضافة إلى بعض الحاجات اللي هي الألعاب المائية والألعاب اللي هي اللي بنسميها الشاطئية. حاجة بتبقى يعني أنا إن شاء الله هنشوف مدينة مختلفة. أنا في خلال 10 شهور اللي فاتوا دول من تاريخ البدء في المشروع، النهاردة أنجزت على الأقل 216 عمارة من المسكن المتوسط. 216 أيوة فندم مجاري. أولا نسبة الإنجاز على فكرة عالية جدا، من 40 ل 60% حسب المناطق الموجودة، وده في سنة واحدة. من 40 ل 60%. هم قالوا ان هم بدأوا في شهر 12 بالظبط، انا سألت على تاريخ البداية، قالوا في شهر 12 2017، يعني لسه ما كمل 10 شهور بالظبط وصلنا لهذا الرقم. مستهدف تخلص انت فن؟ لا هي مفيش مدينة هتنتهي في سنتين، لكن على الأقل ممكن تبقى سنتين مثلا ولا حاجة، تبقى الخدمات كلها متواجدة، لأن هو الخدمات شغالة دلوقتي، الصرف الصحي موجود شغال، يعني تباعا هتدخل المية، هتدخل بعد كده البنية الأساسية التحتية، ثم الطرق والرصف داخل العمارات والتشطيب العمارات، ده أنا أعتقد يعني سنة كمان ممكن تبقى فيه وحدات جاهزة للتسليم، الناس تسكن، سنتين هتبقى المدينة فيها خدمات، فيها جامعة طبعا بتتبني، جامعة أهلية، في جامعة المنصورة واخدة أرض فيها كمان هتبنيها، لكن مدارس، مستشفيات. هي فكرة مدينة، المدينة الذكية أو مدينة الجيل الرابع، اللي هي مدينة كاملة المرافق والخدمات، المرافق والخدمات، وعلى مستوى عالي طبعا من الايه، من مش بس الجودة والتقدم العلمي، يعني الحاجات. طب انا هسالك في بعيد بقى عن مسؤوليه المحافظ، هسالك كاستاذ جامعه، استاذ هندسه. بعض الناس يقولوا ان المدن الجديده دي اللي هي المدن الجيل الرابع، المدن الذكيه الكامله مرافق وخدمات، و عايزه مواطن مؤهل يسكن فيها، ده صحيح؟ لا، هي بص حضرتك، كل المواطنين دلوقتي على المستوى، انت عارف حضرتك ان الانترنت انتشر دلوقتي في كل التليفونات مع الاطفال الصغيرين في كل مكان، الدنيا التطور بيحصل سريعا. لا، فكره الثقافه يا فندم، يعني ثقافه مثلا المصريين، احنا ما عندناش ثقافه الصيانه مثلا، يعني ودي مشكله البلد بشكل ضخم. اي مصري، المدن دي بفلسفة الرئيس انه اللي عايز خدمة هيدفع ان شاء الله، يعني بس مش كده؟ صحيح، بس انا اقول حاجة يعني، هو لا مش طعم في المواطنين المصريين، المواطنين المصريين لما بتلاح لهم نظام ثابت ونظام جيد، بالدنيا بتمشي. اقول حاجة، المصريين اللي بيروحوا اللي بيسافروا بره، معلش، بيحصل ايه منهم؟ بيحصل ان هم بيلتزموا، بيبقوا على اعلى مستوى من النظام، ولو سكن في شقه بيعمل مينتنس، بس في منظومه فاذا كانت المدينه كلها فيها هذه المنظومه، الناس هتلتزم. يعني هيبقى التزام، لانه كمان في اداره للمدينه، في مراقبه، الحاجات دي طبعا ده نظام اداره للمدينه، واعتقد ان شاء الله انه مدينه المنصوره الجديده هتبقى هي والعالمين، العالمين في الغرب ومدينه المنصوره في الشرق، هتبقى حاجه يعني نفتخر بيها. في جزء كمان من المنشات هيقام في البحر، حاجه على البحر، طبعا حاجه زي ما حضرتك لو بتشوف دبي كده، النخله في داخل البحر، اللي هي النخيل هناك، هنا هيبقى حاجه تانية خالص داخل البحر، ويبقى ان شاء الله حاجه تليق باسم جمهوريه مصر العربيه ومدينه المنصوره ان شاء الله. طب البنى والاهتمام ده، لو رحنا للمنصوره القديمه، يعني المرافق فيها حالتها عامله ازاي؟ الطرق، الصرف، وفي المحافظه عموما، يعني ما بنتكلمش على المنصوره بس. المحافظه عموما عندنا مشكله في الطرق، ده حقيقه، واحنا عرضناها على معالي السيد رئيس الوزراء. عندنا طبعا ربط مدينه المنصوره بالقاهره من خلال طريق بنها المنصوره، ده حالته مش كويسه، محتاج صيانه، محتاج ده الزراعي، هو فيش غيره، هو في الصراحه ولا زراعي، هو الطريق الوحيد اللي بيربط ما بين بنها المنصوره. طبعا بعد طريق بنها الحر الجميل ده، اللي 6 حارات ولا 5 حارات في كل اتجاه، وطريق على مستوى عالي جدا، ونفاجئ ان طريق المنصوره حارتين، يعني وضيقين، جنبنا ترعه وجنبنا الناحيه الثانيه
المساكن. فابتدت دلوقتي في 4 كباري بيتعملوا على مناطق الاختناق في طريق. برضو امبارح من ضمن الحاجات اللي يمكن تكلفات معالي السيد رئيس الوزراء ان هذا الطريق يعاد يعني تطويره وتأهيله يعني. وتأهيله بحيث ان شاء الله يبقى طريق متميز وسريع. عندنا طرق ايضا في طريق الربط ما بين المنصورة الجديدة ومدينة جمصة بالمنصورة القديمة، ده طريق برضو احنا بنسميه رافد جمصة، طريق حياة مستواه برضو مش كويس. واحنا كان يعني احنا بالصدفة طبعا ده خط السير بتاعنا فكنا ماشيين عليه، فمعالي رئيس الوزراء برضو يعني كان بيقترح انه نضيف حارة يمين وحارة شمال بحيث انه يصبح 3 حارات ذهاب و3 حارات اياب، وفي نفس الوقت هيرفع من كفاءة الطريق. وان شاء الله ده يعني وعد في خلال سنة ونص او سنتين ان شاء الله يبقى هذا الطريق مفتوح على اعلى مستوى، طريق حر. ده الطرق الداخلية عندنا برضو يعني طبعا الطرق فيها الداخلية فيها مشاكل من ناحية الرصف. مدينة المنصورة بتعاني من الازدحام. ويمكن الأسبوع اللي فات الحقيقة كان في عامل زي وركشوب كده جايب إدارة المرور، إدارة العامة المرور في الدهلية مع أساتذة كلية الهندسة المتخصص مرور ونقل مع نقابة المهندسين، جبت كل المتخصصين وقعدنا في كل الشبكة بقى كل اللي هي الشبكة كل المهتمين بموضوع الطرق والنقل وقعدنا مع بعض، وكان في بعض الاقتراحات الرائعة جدا زي مدينة المنصورة ما فيهاش نقل جماعي فهندخل فيها شركات نقل جماعي، هنضخ فيها 100 باص نقل الجماعي وده هتعمل نقلة نوعية والأسعار هتبقى في تناول لكل المواطنين، يعني هتبقى أرخص من تاكسي وأرخص من حتى من الميكروباص اللي موجود. هنبتدي ندور على المناطق اللي فيها أكثر ازدحاما وفيها مشاكل في الباركينج، هنجيب باركينج حاجات حديثة متنقلة تتنقل على عربية تشيل 20، يعني انت عارف حضرتك دلوقتي السيستم اللي هو بيشتغل بالإليفيتر او بالمصعد كده، العربيات يعني يبقى هيكل معدني وجواه مصعد بيطلع بالعربية بيحطها على رف وبينزل تاني ياخد وهكذا. بمعنى انه انا باخد سبيس صغير 4-5 متر لكن يشيل لي 20 عربية في مناطق ازدحام. ده انت هنا كده يعني بنعمل حلول مبتكره بالظبط عشان نحل مشاكل، لانك لو دورت على الحلول التقليديه مش هتحل. ما لا هعمل باركنج متعدد الطوابق يبقى هحفر الشارع واعمل واقعد في تعطل الدنيا. ده القصه دي كلها حدث. انا اقدر في مناطق التجمع انقل العربيه دي وبكره الصبح اجرها بمقطوره اوديها حته ثانيه لو عندي مشكله وهكذا. لكن هننزل حوالي 30 باركنج من ده متعدد الطوابق والارتفاعات مختلفة، ممكن يبقى 16 عربية 20 عربية 12 عربية حسب ما احنا احتياجاتنا وحسب الزحام الموجود. بنراعي فيه الشكل الجمالي، انا برضو ما احطش هيكل كده معدني يعني بالظبط يعمل لازم يعمل يبقى مشكلة. فيه مغلف بالاعلانات مضاء بشكل معين، الناس تبقى حاسة انه ده يضيف قيمة جمالية للمكان وفي نفس الوقت بيؤدي خدمة يعني احنا محتاجين لها. طب ده على مستوى الطرق بس، احنا مستوى الطرق والمرور ما طلعنا والمرور بس، احنا كده كله بنتكلم في المنصوره، خارج المنصوره لا وخارج المنصوره وخارج المنصوره نفس الكلام. احنا بنتكلم دلوقتي في طرق دلوقتي، يعني مثلا منطقه بحيره المنزله احنا بنفتح ده المحور اللي تابع الدهليه ان هي داخل الدهليه. احنا طبعا بحيره المنزله زي ما سيادتك بتذكر كده ان هي بتطل عليها 3 محافظات بس في جزء بداخل محافظه الدهليه، في طبعا بورسعيد ودمياط واحنا في جزء منها. احنا في طريق بيتعمل حوالين البحيره لينا فيه 36 كيلو احنا الحمد لله قدرنا نشيل كل الاشغالات اللي موجوده على 20 كيلو بالكامل وسلمناها للقوات المسلحه انه يعملوا هذا الطريق. في عندنا 16 كيلو لسه عليها اشغالات دي ان شاء الله هنزلها تباعا وبنوفر بدائل للناس، لانه في مشكله في الازالات دي يا فندم؟ في مشكلة من حيث انه في تجمعات سكانية عليها في بعض المناطق، فعشان تشيل لازم توفر بديل والبديل اوريدي يعني احنا خلاص جمعناه، في بديل موجود في منطقة او مركز احنا هنا بحيرة المنزلة هي الاعمال مركز الجمالية ده اعمال التطهير موجودة احنا في الجمالية وعندنا المنزلة وعندنا المطارية، دول 3 مناطق احنا بنحاول نحط يعني سكن للصيادين سكن للصيادين وبالتالي نقدر نشيل الاشغالات بتاعتهم ويبقى ليهم سكن سكن حاجه محترمه كويسه في خدمات كلها
وبالتالي نقدر نشيل باقي الاشغالات اللي موجوده. طب في تواصل، متفاهمين، معترضين؟ هم ما اعتقدش انه فيهم مشكله خالص، لكن انا الحقيقه لسه ما زرتش المنزله. انا هروح قريب يعني، وعدتهم اكتر من اتصال معاهم ان شاء الله اجي لكم واقضي يوم كامل هناك معاهم. وفي نفس الوقت بندور على البدائل المناطق دي عشان بس نجهز نفسنا، لانه برضو موضوع الاسكان عشان اجهزه انا مش هقدر اجهزه في 6 شهور ولا سنه. صحيح. محتاج صحيح. ده انا بتكلم على 2500 وحده. بنتكلم على 500 مليون جنيه يعني. لو قلنا الوحده 200,000 جنيه بالظبط. فبالتالي الارض، انا الارض حددناها ورفعناها، ومحتاجين دلوقتي نبتدي نشتغل فيها بحيث ان احنا على مدار كل عماره بتجهز ممكن نسلمها، وبالتالي نعمل اخلاء تدريجيا لغايه فده مشروع قائم يعني في مشروع قائم موجود. وطبعا انا متاكد انه اهل المنزله والمطاريه والجماليه هيساعدونا في ازاله كل المناطق اللي فيها، اللي هي معموله بشكل عشوائي وفيها يعني بتعطل تطوير البحيره. البحيره حاجه رائعه جدا ان احنا نستعيد هذه البحيره، وبدل ما هي دلوقتي اسماك بتاعت الاسماك قلت فيها، احنا عايزين نعيد نعيدها بالزبط. تاني لوضعها القديم، وفيها انواع متنوعه بحريه ونيليه، وبتبقى الثروه سمكيه بتزيد. ده هيبقى عائد ليهم هم. ده احنا بالعكس، ده احنا بنفكر كمان عندنا مناطق هناك قريبه نعمل فيها مصانع تلج ومصانع تصنيع اسماك. يعني كمان ما تبقاش المساله يعني صيدوا بس بصيدوا بس، لانه ده بيهدر علينا يعني ثروات كتير. صحيح جدا. صحيح. فاحنا دلوقتي ده في اتجاه ان احنا كمان ندور على مناطق نعمل فيها مناطق لوجستيه ومناطق صناعيه عشان تساعدهم، يعني مصانع تلج عشان اللي هيصطادوا يتلج بشكل معين يبتدي يتوزع على محافظه دهليه والمحافظات الاخرى، الباقي او اذا كانت الكميه، وان شاء الله هتبقى في كميات، لان احنا بنتكلم على بحيره 250,000 فدان هتبقى استزراع، هيتحط فيها اصناف مختلفه من الاسماك. ان شاء الله هيبقى في فائض، وبالتالي الفائض ده لازم يتعمل له عمليه تصنيع، ومحتاجين مصانع. مصانع معناها فرص عمل لاولاد الصيادين والصيادين. وده اللي تسعى فيه الدوله. الدوله عايزه خدمات تقدمها للمواطنين بكل الشغل وخلق فرص عمل. طب ده بالنسبه للطرق في المحافظه وبقيه المدن. المحافظه متغطيه صرف صحي نسبه كام؟ الصرف الصحي احنا محافظه كبيره قوي الحقيقه، كل المدن فيها صرف صحي. كل المدن بتتكلم كام؟ 20 مركز مش كده؟ 21 مركز. 21 مركز. لكن الفكره القرى عندنا 96 قريه نازله دلوقتي في البرنامج عندنا تغطيه، 96 قريه. 96 داخلين تغطيه الصرف الصحي. الصحي. مطلوب فيهم ارقام خياليه يا فندم، مطلوب فيهم مثلا 19,000 وصله منزليه. 19,000؟ احنا نفذنا منهم 6,000. يعني وصلة منزلية، يعني عشان نوصل من البيت لغاية الخط الخط العمومي الصرف. فاحنا بنشتغل في هذا المجال. فمطلوب 19,000 وصلة. احنا بدأنا 96 قرية. بدأنا 6,000 وهنكمل. وطبعا حضرتك وانت بتنفذ كمان، ما الناس بتبني، الناس بتزيد. طبعا. الوحدات وهكذا. فاحنا متابعين، لكن دول 96 قرية. في 48 قرية تانية، ده مشروع لوحده. في 48 قرية يعني الحكومه قالت لنا جهزوا، لو الناس عندها استعداد تشارك هنديكم 48 قريه نغطيهم بالصرف الصحي. وبالفعل احنا طرحنا هذه القرى، وانا بقول لك شعب الدهليه شعب متميز، المجتمع المدني فيه عالي جدا. الناس اتبرعت باراضي لمناطق عشان محطات رفع الصرف الصحي وساهموا في الخطوط، وبالتالي ال 48 دول ان شاء الله هيدخلوا حيز التنفيذ قريبا جدا، وبالتالي هنغطي جزء كبير. احنا يمكن بالنسبه لمستوى الجمهوريه احنا هيبقى عددنا وصلنا اكتر من 30% دلوقتي. 30% من تغطيه القرى. من تغطيه القرى 30. وان شاء الله هنزيد باذن الله مع الوقت. طيب لو خدت حضرتك، انت حضرتك اشرت كذا مره للمجتمع المدني. لكن عايز اسال حضرتك على وضعيه الاستثمار ورجال الاعمال في الدهلي. التقيت بيهم يا فندم؟ التقيت بيهم يا فندم، ده ملف في غايه الاهميه. انا اول يمكن تاني اسبوع ما وصلت المحافظه زرت منطقه جمصه وقعدت مع المستثمرين،
واتفقنا كمان على ميعاد الاسبوع اللي بعده يجهزوا لي الملفات والعواقل اللي عندهم. جم بهذه الملفات وطرحنا بعض الافكار واتفقنا على اسلوب عمل، فاحنا شغالين معاهم دعم ليهم. من ثلاث اسابيع او من ثلاث اسابيع بالظبط احنا حضرتك عملنا اجتماع مع المنطقه الصناعيه في جمصة للمستثمرين، وكان برضو ليهم بعض المشاكل في التعثر، وان شاء الله هنساعدهم. احنا كمحافظه هنحاول نساعدهم ونلقى لهم طرق لحل المشاكل. كان في مشكله من حيث الصرف الصحي، وهم الناس بعض المصانع بتصرف بدون ما تعمل ما يسمى بمحطات وسيطه للمعالجه الميه، لانه كل مصنع بيختلف عن الاخر. في مصنع رخام بيبقى مجرد فيه عكاره وفي رواسب، في مصنع تاني كيماويات بيعمل حاجه تانيه، في مصنع كاوتش بيعمل حاجه تانيه، فكل مصنع مفروض انه يبقى ليه فيه وحده معالجه خاصه بيه. الشركه اللي هي مشرفه او شركه الميه والصرف الصحي اشتكت انه بعض المناطق بتسد فيها الصرف بسبب الصرف ده. الناس بلغناهم وطلعنا لجنه ان احنا هنتابع معاهم عمليات المعالجه اللي بتتم في كل مصنع، وهنساعدهم ان شاء الله سواء كان فنيا او بدعم لوجستي بحيث ان احنا نتغلب على المشكله دي. لا انا متابع لا بالعكس، انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا في الاسبوع الاول جاني مجموعه من المستثمرين حتى من خارج المحافظه بيهنوني وكده. بعد بالظبط بعد شهر رفعت سماعه التليفون وطلبتهم تاني. شهر العسل خلص. التهنئه مش كفايه. شهر العسل خلص. اتفضلوا حضراتكم وعدتوني ان انكم تيجوا، وان شاء الله قريب جدا حضرتك لما بس نمسك في ايدنا المشروع. مشروع كبير جدا، انا يعني انا متاكد ان هو مشروع هيعمل نقله. دي حاجه كبيرة. دي حاجه بقى جديده. حاجه جديده مش هتعلن بدايه من بدايه لما يجي المستثمر وفعلا ياخد الارض، وهو مش هيكلفني حاجه خالص، هو اللي هيشتري الارض ويعمل المشروع، ومشروع هيخلق 2000 فرصه عمل. 2000 فرصه عمل. ادي حاجه يعني رائعة. دي بشره بشرة ان شاء الله. بس لغايه دلوقتي احنا يعني تواصلت معاه من 3 ايام كده وقلت له، فقال لي انا جاهز يعني هجيب المسؤولين اللي معايا في الشركه وهاجي نزورك ان شاء الله. فانا طبعا مستنيهم. فالاستثمار موجود على طبعا على اجندتنا من اول يوم، لان هو ده زي ما بقول لحضرتك خلق فرص العمل وزياده الدخل العام، هو ده المطلوب مننا نسعى فيه يعني. طيب خلينا نفصل يعني استرسالنا هنستكمله، بس انا معايا يعني تليفون من النائب اللواء اسامه ابو المجد، يعني احد نواب محافظه الدقهليه في البرلمان. اهلا بيك سياده النائب. الو. اهلا بيك سياده النائب. يا اهلا وسهلا مع حضرتك دكتور مكرم رضوان. دكتور مكرم. اهلا كرنس وبني ابيك. اهلا بيك يا دكتور. دكتور مكرم رضوان اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل معانا. معانا سياده المحافظ دكتور كمال شروبين. اتفضل. في البدايه برحب بالاستاذ الدكتور كمال شروبين محافظ الدقهليه اللي احنا سعداء بيه جدا، واحنا بعتبر المحافظه الدقهليه محافظه محظوظه ان بيتولاها واحد بالعقليه دي والقدره على التكيف والحسابات والتنظيم والترتيب، وان شاء الله الخير جاي على ايدي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في سؤال لسياده المحافظ، تعليق، طلب، مش هقول انتقاد يعني، بس وانتقاد. يعني لا 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 بالعكس وانتقاد. هقول له لا انا كنت هكمل له وان كان ده متاح يعني. اتفضل يا فندم. معالي المحافظ معودنا ان احنا بنكون صراحه معاه وبنستضيفه وبنور كل اللي نفسنا فيه، وهو ما شاء الله عليه قادر ان هو بيسمع كويس وبيتفاهم وبيقول رايه. يقول انا معترض على ده او له رغبه في كذا، بيقول انا رغبتي في كذا، وده في البدايه يمكن كنا مستغربينه شويه، لكن بعد كده احنا تعودنا ان احنا انسان صريح وبسيط، وده في النهايه بنوصل احنا الاثنين الطرفين بنوصل لحلول مفيده لكل المواطن من محافظه الدقهليه. تمام تمام. بشكرك. شكرا يا سياده النائب. شكرا للدكتور مكرم. يعني يبدو ان هو لانه احنا كان دايما الحقيقه الساده النواب احنا بالرغم ان عندنا يعني مجموعه. طب ناخد من اللواء اسامه ابو المجد الاول. طيب انا هقول لحضرتك بس عندنا 39 نائب. عندنا قوه برلمانيه قويه كبيرة جدا طبعا، وهم الحقيقه كلهم يعني ناس على مستوى عالي من التعاون والفكر الداعم للمحافظه والاهالي الدقهليه. طب ناخد الست نائب اللي هو اسامه ابو المجد.
سياده النائب اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. تحياتي طبعا لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. للدكتور كمال الاستاذ المحافظ. اهلا. في البدايه طبعا انا بحب اثمن على زياره دوله رئيس الوزراء اللي شرفت بها الاهليه اول امبارح. وحقيقة زيارة ناجحة بكل المقاييس، هناك قرارات اتخذت فورية على الأرض لمعالجة بعض المشروعات المتعثرة، فيها مشروعات من 30 سنة. ولكن اسمح لي بس يعني بنستثمر وجود معالي الوزير. اتفضل يا فندم اتفضل. وعايزين نلقي الضوء على مشاكل المراكز خصوصا اللي هي بعيدة عن العاصمة والعاصمة الجديدة. واحنا عرضنا بعض هذه الأمور ونرجو المتابعة مع دولة رئيس الوزراء لحلها. أنا عندي مشكلة في مركز ديكيرنس اللي هي مشكلة مقلب الكمامة، المقلب ده تم غلقه من 3 سنوات وما زال لم يعالج بيئيا ولم يتخذ فيه قرار، وهو بيسبب تلوث بيئي خطير جدا. النقطة رقم 2 في عجالة سريعة عشان أقدر الضيوف، أنا عندي طريق المنصورة محل الدمنة ديكيرنس المطرية، ده اسمه طريق الموت، واتعرض برضه على دولة رئيس الوزراء، وكنت واتمنى ان دوله رئيس الوزراء والمتابعه الدؤوبه من سياده المحافظ اللي احنا ان شاء الله يعني بنعهدها يعني بنأملها في الفتره اللي جايه، ان الطريق ده بقى مصدر خطر كبير جدا وحصد ارواح بطريقه غير عاديه. ان احنا نتدخل حتى بحلول، مش لازم نبدا كلها بدرجه 100%، لكن نبدا يعني بحيث ان انا ارسل رسائل طمأنه، لان ده بيخدم للناس 10 مراكز موجوده صحيح على الطريق. تمام. النقطة الأخيرة معلش. اتفضل. طبعا جميل جدا المنصورة الجديدة، وزي ما سمعنا من معالي الوزير المحافظ هتكون حاجة جميلة، ودي حاجة كان بينتظرها الشارع الأهلاوي من فترة. وبالمناسبة دي يعني أنا برسل شكري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه المنصورة الجديدة وعلى بحيرة المنزلة، ولكن أنا عايز معالي الوزير يرسل رسالة طمأنة للشارع الأهلاوي، لان الشركات الاستثمار العقاري اللي نزلت يعني صدرت مخاوف من الاسعار اللي هتبقى عليها مدينه المنصوره الجديده. احنا يعني احنا عايزين الشباب يبقى له فرصه يلاقي، عايزين المتوسط الدخل يلاقي، عايزين كل اطياف المجتمع يبقى لها فرصه في المتنفس الجديد للعاصمه الجديده للدلتا. وطبعا انا بعتذر على اشكر حضرتك اشكر حضرتك جدا سياده النائب اسامه ابو المجد اللواء اسامه ابو المجد. طب هو فتح معانا كذا حاجه، ثلاث حاجات. المشاكل اللي هي المراكز البعيده عن العاصمه والعاصمه الجديده، وراح ديكيرنس اول حاجه، في مشكله مقلب القمامة بتكلم على من 3 سنين. تمام. هو حضرتك الحقيقه برضو مجرد ما انا وصلت وقلت موضوع القمامة بالذات، لانه الحقيقه كان في تعليمات واضحه، ويمكن حتى في اول اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء الموضوع النظافة والطرق والإضاءة الشوارع دي لازم نتأكد منها في خلال الشهر ده. لدي تمام. القصة بتاعت المقالب القمامة عندنا في محافظة الدهلية، احنا عندنا حوالي 7 مقالب قمامة على مستوى المحافظة، مش في ديكيرنس بس، في ديكيرنس وفي في سندوب وفي في السنبلاوين، في مناطق مختلفة، واحنا يمكن محافظه متميزه في الموضوع ده على فكره. شوف حضرتك متميزه في ايه؟ ان احنا عندنا 7 مصانع تدوير قمامه. يعني انتوا 7 مقالب وسبع مصانع منهم 4 ثابتين وفي 3 متحركين، لما تبقى في ضغط هنا بيتحرك. طيب، وعندنا مقلب عمومي اللي هو في قلبشو، دي منطقه يعني شبه صحراويه بيتحط فيها اللي هي فائض عمليه التدوير. طيب المشاكل كل مقالب القمامة الحالية اللي بيتم فيها تدوير بيتم طبعا بعد فصل الفصل بيتم البواقع الطعام، ودي بتتعمل بقى انت عارف سماد عضوي وبتاع، فبتطلع روايح وبتطلع غازات وبتطلع حاجات كده. وبالتالي وزارة البيئة كانت حددت مكاتب استشارية لكل محافظة، هي متكلفة مكاتب استشارية لدراسة المشاكل اللي موجودة في المقالب دي. وجالي حتى تقرير، فانا يعني قعدت يومين اقول لي طب عايز اعرف التفاصيل اكتر، فقعدت جبت المكتب الاستشاري تفاصيل اكتر لغايه لما قابلنا معالي الوزيره في احد الاجتماعات، وقالت الموضوع ده كله هنعمله على مستوى ال 27 محافظه، لانه ده اهتمام رئاسي بانه يبقى فيه نظام محكم لموضوع الخمام. انا عايز بس اطمن سياده النائب، المقلب ديكيرنس والمقالب الاخرى سيتم اغلاقها بالكامل، كلها هتغلق. يبقى في نظام
كله بيبقى موجود في منطقة قلبشه والمقلب، ده اللي هو المكان المقلب العمومي، المقلب العمومي. ويبقى عندنا المناطق دي هنرجع تاني هنشيل منها المخلفات إن أمكن، واللي ما كانش أمكن هناخد منها جزء وهنسويها، وبعدين هنردمها بالرمال وبعدين نعمل عليها نجيلة ونعيد استخدامها يا إما نوادي أو منشآت خفيفة. فعشان ده هنا يعني طمأنة مزدوجة. بالظبط، يعني نخلص المقالب ونستخدم الأماكن بتاعتها، بس قدامنا وقت محتاجين سنة أو سنتين عشان نبتدي نعمل البديل. هي المشكلة اللي بتقابل كل المسؤولين التنفيذيين الوقتي، إنه لما بيتكلم عن المشروع فهو الناس بتقول له فين تاني يوم. بالظبط. فهي دي مشكلة يعني. صحيح. لكن كل حاجة بتاخد وقت. طيب طريق المنصورة، طريق المنصورة ده كنز الحقيقة برضه، ده اللي سموه طريق الموت. فيه بس ده ما كانش محطوط على الخطة السنة دي، فأنا وعد مني إن شاء الله الخطة اللي جاية، احنا بنجهز دلوقتي بالمناسبة في نوفمبر اللي جاي هنعمل الخطة القادمة للعام المالي الجديد 19-20، فإن شاء الله نحاول نحطه على الجدول بتاعنا. تمام. وبالتالي وإن كان في بعض الحاجات دلوقتي بتتعمل بس بكميات قليلة، يعني مش هو اللي احنا عايزينه، مش ده التطوير النهائي، لكن شغالين ان شاء الله. شغالين. طيب انا قبل ما هنروح للمنصورة الجديدة، لان ده سؤال مهم جدا كمان خاص بكل المدن اللي هي في مصر، بس انا معايا الاستاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء الاعلامي والصديق العزيز. يا استاذ هاني اهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا دكتور محمد. انا عارف انك مسحول اليومين دول ما من الدقهليه لبورسعيد، لكن الله يكون في العون. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك بس اسمح لي باعتباري المتحدث الرسمي كمان لوزاره الاسكان طبعا، ارد على سياده النائب بس الاستفسار بتاعه بخصوص الوحدات اللي بيتم طرحها حاليا في مدينه المنصوره الجديده. تمام. احنا المنصوره الجديده زيها زي العلمين الجديده، زي اي مدينه تانية بنعمل فيها وحدات سكنيه تناسب مختلف شرائح الدخل. ولكن احنا عندنا تكليف من سياده الرئيس، وده التكليف المنطقي ان احنا نستغل الاماكن اللي هي بتعتبر اماكن متميزه جدا ونجيب منها اعلى عائد عشان نقدر نصرف على باقي المستويات الثانيه. على المستويات الثانيه انت بتبدا بالمستوى اللي الناس هتدفع فيه فلوس عشان تاخد الفلوس دي تدفع للمستوى الاقل. بالظبط، عشان ادعم محدود الدخل وخلافه. وما ينفعش كمان، انا اسال حضرتك سؤال ورد عليا، هل حضرتك ترضى ان الدوله تدعم مواطن هيسكن في برج على البحر مباشره؟ لا، ده الدولة تغرقه احسن. طبعا لا. لا طبعا، ما انا بقول لك يعني. بالظبط. ده الوحدات اللي مطروحة دلوقتي ابراج زيها زي ابراج العلمين الجديدة على البحر مباشرة، وهتبقى فاخرة ومش هتطبع على احد في نظام التخطيط. انما في نفس المدينة في وحدات اسكان مميز واجتماعي، وفي وحدات لمتوسط الدخل مشروع سكن مصر، في وحدات لمشروع دار مصر متوسط الدخل برضه. كل ده بيتنفذ وهيطرح تباعا، انما الدوله لا يمكن انها تهدر الاماكن المتميزه اللي على البحر مباشره. اللي عايز يسكن على البحر يا فندم لازم يدفع ثمن الوحده. صحيح. ابقى دوله بهدر مال عام لو دعمت مواطن هيسكن في احدى، هل ينفع مثلا في القاهره الجديده ابيع في منطقه الجولف بسعر مدعوم؟ لا طبعا. هي دي سياسه الوزاره دلوقتي اللي بتنفذها. هي فلسفه الدوله كمان. بالظبط. يعني فلسفه الدوله. بدعم محدود الدخل وبقدم له الدعم الكامل في ثمن الوحده وفي سعر الارض اللي ما بيدفعش ثمنه وفي الخدمات وفي الفائده البنك المركزي اللي مدعومه 5% و7% ومش موجوده في اي وحده ثانيه، وانه بيدفع على 20 سنه. انما المواطن اللي عايز يسكن على البحر وفي برج ارتفاعه كذا دور لازم يدفع ثمن الوحده دي الحقيقي، واخد انا العائد ده ادعم فيه الثاني وهي دي العداله الاجتماعيه. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء والمتحدث باسم وزاره الاسكان. هو هنا وضح الموقف انه يعني اكيد في وحدات لمستويات المختلفة. الحقيقة أنا سألت السؤال ده امبارح لمعالي السيد رئيس الوزراء. أنا بقول لك أول مرة أروح المدينة. فأنا شفت على في فيلل، في إسكان متميز، في
في اسكان متوسط، في اسكان اقتصادي. فبقول يعني بس انا بس بستاذن حضرتك، احنا بنطمن بس لانه في تليفونات كتيره من المنصوره، فاحنا هنبقى يعني هناخد فاصل وهنبقى دي مساحه حره حضراتكم تتكلموا مع سياده المحافظ. في كل المستويات موجوده، في ابراج فوق ال 20 و25 دور و30 دور، دي موجوده ليها عليها اقبال معين، وبالتالي الناس اللي هتسكن في ابراج دي وهتدفع الاف، حتى هناخد من ده يصرف على الاسكان الاقتصادي، وبالتالي ان شاء الله هيبقى في كل حاجه متاحه. لكن هي تبقى مدينه متاحه للجميع، يعني اللي ساكن اقتصادي ولا ساكن متميز ولا ساكن متوسط هيمشي على نفس الكورنيش وهيشوف نفس البحر. صحيح. وياخد نفس الخدمات. بس هو عشان يسكن على البحر هيدفع سكن. بس الراجل اللي هيسكن في البرج هيدفع بالظبط. هيدفع في المتر. هو احنا ما هو ده اللي انا كنت بكلم حضرتك فيه، في فكره الثقافه، يعني مثلا الناس بتعتبر انه العداله الاجتماعيه معناها ان الناس تسكن في نفس المستوى حتى لو اختلفت دخولهم او اختلفت مستوياتهم الاجتماعيه. ما هي دي مش العداله الاجتماعيه. دي العداله الاجتماعيه انه الخدمات تبقى متاحه للجميع. تمام. يعني انا الممشى بمشي انا. ده اللي انت اللي بتقدمه الدولة، يعني بتقدمه الدولة دلوقتي، يعني الدولة عاملة ممشى ده لكل المواطنين، 4 كيلو لكل المواطنين. الإتاحة لكل الخدمات، وكمان ان هي بتدي الخدمة بتمنها كاملا بالزبط. لفئة عشان تدعم فئة أخرى. بالظبط كده. طيب بالزبط. أنا آخر حاجة في المساحات دي، لأنه يعني بعد الفاصل هنفتح التليفونات للمواطنين الدقهلية. الجزء الثقافي دايما، يعني لما بنتكلم مع المسؤولين التنفيذيين طول الوقت فبنقعد نتكلم على الصحه، الصرف الصحي، التعليم، الطرق، لكن عقل المواطن في الدقهليه خاصه انه في معركه ضخمه جدا مع التطرف ومع الارهاب وتحصين العقول، وخاصه ان المنصوره والدقهليه مدينه او محافظه مبدعه، يعني في عدد كبير من اعلامنا ومثقفينا، وفي حركه كان في حركه دؤوبه للفن والثقافه في المنصوره. طبعا الوضع ايه دلوقتي؟ بص يا فندم، الملف الثقافه ده برضو من الحاجات المهمه جدا. لو نتكلم على بناء انسان حضرتك، بس مش بتبنيه صحيا وتعليميا وبرضو بالظبط الدماغ بقى. الثقافه الدماغ نفسها. فاحنا مهتمين بالملف ده. احنا عندنا الحقيقه في مكتبه مصر بتقدم خدمات للشباب، عندنا قصر الثقافة. الحقيقة أنا لما جيت برضو وخلال الشهر ونص اللي فات ده لقيت القصر الثقافة مقفول. ده من زمان بيتعمل بالظبط من فترة. ليه؟ لأنه عنده مشكلة مثلا، مش مؤهل لمقاومة الحريق وكده. لكن أنا الحقيقة تواصلت مع الشركات اللي هي بتشتغل فيه ومع الدفاع المدني عندنا، وعدونا خلال بالظبط أسبوعين، يعني مع نهاية هذا الشهر هينتهي مشروع التطوير ويتفتح قصر الثقافة تاني للجمهور إن شاء الله. إن شاء الله الشهر ده، خلال الشهر ده. طب نهاية هذا الشهر. ده خبر كويس يعني. خبر إن شاء الله كويس. الملف الآخر اللي هو أنا لقيت مبنى مقفول في المنصورة، ولما سألت عليه عرفت إنه ده مبنى مبنى حزب الوطني ومقفول من 2011، وبالتالي أخذنا فيه اتجاه إن شاء الله نشتغل عليه نحوله إلى متحف. متحف، ويبقى متحف متاح لمشاهير وعظماء الدقهليه. حلو ده. انا بشوف ام كلثوم، شباب صغير ما يعرفش ام كلثوم. شوف في عدد كبير. عدد كبير. يعني اقصد عندنا كتير جدا. في الدقهليه الشيخ الشعراوي. عندنا يعني عندنا الشيخ جاد الحق، عندنا يعني علماء كبار جدا موجودين في محافظة الدقهلية. طيب انا عايز اعمل متحف حاجه على مستوى راقي جدا انه يليق ب ده متحف تعريفي بمشاهير المحافظة، ولو في مقتنيات مثلا من عندهم بالظبط مقتنياتهم. يتعمل حاجه كمان مصممه بشكل ابداعي شويه. بقى في قدام الصوره يبقى في حاجه شاشه عرض بتعرض للتاريخ، بتتكلم لي حتى عنه، سواء كان كلام مكتوب او كلام بسماعه بيتسمع. عشان برضو ده هايل جدا. يعني ده دكتور حاجه نعمل حاجه جدا. حلوه كده. فده يعني جزء من الثقافه. ده المتحف. المتحف عندنا، المكتبه وعندنا قصر الثقافه. وعندنا قصر الثقافه. احنا بنهتم دلوقتي. كان في حد النهارده بيكلمني على نبتدي نتكلم، ندخل على المدارس بقى وندي الولاد جرعه ثقافيه غير الجرعه التعليميه. هسالك يا فندم، والسينما والسينما يعني المنصورة، احنا لما كنا في هناك كنا في كلية الطب، يعني ف
فمع انا كنت بزوغ من الكليه بروح السينما لان كنت قررت ما اكملش يعني. فكان في ثلاث سينمات غير سينما قصر الثقافه يعني، كانت في عدن واوبرا والنصر وسينما قصر الثقافه كمان. في دلوقتي ما فيش، ما هو هدك مع التقدم التكنولوجي والاتاحه الناس بتروح سينمات وللاسف بيروحوا انا يعني انا دايما بحب اروح سينما من انا الاخر يعني ان شاء الله حتى مره في الشهر ولا حاجه. لكن التقدم ده خلى يمكن شويه الاقبال على السينمات قل شويه. لكن طبعا يعني لما افتح قصر الثقافه هتبقى فيه سينما وفي مسرح. قصر الثقافه نفسه هيبقى فيه سينما. صحيح صحيح. السينمات الاخرى الحقيقه انا يعني يمكن دول قطاع خاص، كانت خاصه قطاع خاص. فانا برضو لو عندهم مشاكل هنحاول نحلها، لانه طبعا ده جزء من التصنيف، يكونوا موجودين. ده عدن اتبنى مكانها عماره. انا عايز اقول لحضرتك ان كمان الحديقه اللي انا بقول لحضرتك عليها الهابي لاند بيبقى فيها هتحول فيها الى اماكن قراءه. عندنا اكشاك قراءه، اكشاك فيها حاجه تتعرض باستمرار. لا يعني في جزء التثقيفي ده هيبقى موجود. طب هسال حضرتك بنفس الدرجه، يعني مثلا حضرتك قابلت المستثمرين وبتقابل النواب، هل عملت يعني اجتماع مع مثقفي وادباء الدهليه ولا ده جاي؟ لا انا ما عملتش ان شاء الله ده جاي، بس انا قعدت مثلا مع يعني الاعلام بالذات. الاعلام المراسلين. قلت لهم خليكم، لا يعني المراسلين دول في ناس منهم المقيمين في الدهليه ومن الشعب، خليكم عنا اللي موجوده في الشارع بحيث ان انتم تساعدونا. يعني تساعدونا بمعنى ايه؟ يمكن ملف السينمات ده انا ما تطرقتلوش. كويس ان حضرتك فتحته معايا النهارده. فانا اتكلم طيب فين السينمات ومين اللي بيروح سينما فيهم ومين التقارير، نبتدي نطلع لجان عندنا. انا بستعين واعتقد اجتماع مع الشعراء والروائيين، لانه في عدد كان عندنا من كان عندنا الكتاب الاسبوع الماضي. عندنا الاسبوع الماضي كان مهرجان المنصوره الدولي في الشعر. كان عندنا مهرجان وفي ناس جايه من دول عربيه يعني. المهرجانات شغاله يعني. صحيح. المهرجان شغال، مهرجان الشعر في وسمينه حتى مهرجان المنصوره الدولي. وده كان فيه مجموعه من الشعراء جايين من دول عربيه وقعدوا ثلاث ايام يعني معرض. ففي مسارات واضحه لمساله يعني الثقافه يعني ده اهتمامنا. لكن الحقيقه انا ما قعدتش مع المثقفين، بمعنى دي هنحطها على الاجنده ونشوفها طبعا ان شاء الله، ونشوف هم طلباتهم ايه وايه الحاجات اللي هم مطلوبه ان احنا ندعمهم فيها كمحافظه. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ملف الثقافه ده ملف مهم جدا. لان احنا بنتكلم على بناء الانسان المصري. الإنسان. صحيح. عشان ما يروحش في الاتجاهات مش هنبني مدن وما نبنيش الانسان. طيب هنطلع فاصل يا فندم قصير ونرجع بعد الفاصل، هنكون مخصصين الوقت ان شاء الله لنهايه الحلقه لمداخلات حضراتكم اهالي الدقهليه وسياده المحافظ. الحقيقه يعني هذا ما يبدو من تواصلنا انه يعني صدر رحب جدا يستمع، وهي الفكره انه احنا بنعرض المشكله وبنسمع ايه اللي هيحصل ليها او ايه الحلول المطروحه ليها. خلينا نخرج فاصل واعود لحضراتكم في انتظار مداخلاتكم واسئلتكم للدكتور كمال جاد شاروبين محافظ الدهلي. اهلا بكم من جديد. اعرف ان السادة المحافظين في مصر يقفون على خط النار، كل محافظ هو قدام فوهة المدفع. الناس في مصر عندها تطلعات وطموحات كتيرة وكبيرة، وبيبقى بصين للمحافظ أنه لديه عصا سحرية، يعني الناس يعني تقول له فهو يقول كن فيكون. صحيح الناس ممكن تبقى معذورة لأن عايزة حاجتها تخلص، لكن كمان لازم نسمع على الجانب الآخر من المسؤول، لأنه هو بالظبط هيقول إحنا نقدر نعمل إيه وما نقدرش نعمل إيه، عندنا إمكانيات ننفذ إيه وما عندناش إمكانيات فيمنعنا من تنفيذ إيه. الحقيقة إحنا عدنا مرة أخرى لأن إحنا هنا في 90 دقيقة يعني كان عندنا حلقات أطلقنا عليها مجلس المحافظين، واستضفنا قبل ذلك عدد كبير من السادة المحافظين، لكن دي أول حلقة بعد حركة المحافظين الأخيرة اللي كان فيها
تغيير لعدد كبير من المحافظين في وجوه كتير الحقيقة وجوه مبشرة. من بين هذه الوجوه ومن اللحظة الأولى بالنسبة لي وبالنسبة لعدد كبير جدا من الناس كان الدكتور كمال جاد شاروبين محافظ الدقهلية. استبشرنا بوجوده خير، هو رجل عالم في تخصصه، خرج من الجامعة جامعة قناة السويس إلى مسؤوليتي كمحافظ للدقهلية. هذه الرحلة الطويلة ما بين من العلم إلى العمل التنفيذي هنشوفها كانت عاملة إزاي، لكن بعد ترحيبي بضيف الكريم أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. احنا يمكن اتكلمنا أكثر من مرة يعني هاتفيا، لكن بشكر حضرتك على قبول هذه الدعوة أنك تكون معنا على الهوى. وخليني أسأل حضرتك كده في الأول، شفت الدقهلية إزاي أول ما وصلت؟ لا أنا يعني كعادة أساتذة الجامعة دايما لما بيبقى قدامه حاجة موضوع بيدرسه كويس الأول. بيحاول بيدرس فطبعا أنا قعدت يومين ثلاثة بل يمكن أسبوع كامل أجمع داتا عن محافظة الدقهلية ومراكزها ومدنها، إيه المناطق السياحية اللي فيها بتتميز بإيه، إيه المشاكل اللي موجودة. وقتها حتى يمكن بحثت عن مين المحافظين السابقين وخبراتهم وكده، وده شيء طبيعي بالنسبة لنا احنا كأساتذة جامعة دايما في بداية الموضوع ان نعمل تجميع للمعلومات الاول الدراسات السابقة بالظبط كده. فكانت البداية ان انا جمعت الحقيقة وابتديت انزل من النت بعض المعلومات والحاجات دي. ولما طبعا يعني انا عرفت محافظة الدقهلية كمحافظة كبيرة جدا، محافظة متميزة كمساحة وكعدد بعد سكان. بعد البحيرة وكفر الشيخ هي لا ده بعد القاهرة، واعتقد القاهرة والجيزة ويمكن هي رقم ثلاثة او الشرقية تجي بعد البحيرة. يعني رقم البحيرة برضو تقصد كمساحة لكن عدد سكان هي رقم ثلاثة تقريبا على مستوى الجمهورية، لان وصلنا 6.7 مليون. 6.7 مليون نسمة. ده انت فرقتك كتير كده. فبقول لهم احنا قد خمس محافظات من المحافظات طبعا الصغيره، دمياط جنبكم وقد اربع خمس دول من دول الخليج يعني. يعني احنا محافظه كبيره قوي، محافظه متميزه. انت الشارع التجاري عندك هناك ممكن يبقى قد قطر مثلا. بالظبط كده يعني احنا عدد الناس عندنا كتير ما شاء الله. عندنا كمان مدن كبيره قوي، عندنا 21 مركز ومدينه منتشر على المحافظه. عندنا كمان محافظة متنوعة الحقيقة، هي محافظة صحيح أساسا زراعية لكن فيها صناعة، فيها جزء على البحر المتوسط، وده بيدينا كمان رؤية. وإن شاء الله مدينة المنصورة الجديدة دي هتضيف كثيرا ليها. عندنا جمصة كمدينة برضو متميزة كمصيف، عندنا مناطق سياحية متميزة. المنصورة كمان ليها تاريخ من عشرات، مش هقول عشرات المئات من السنين، لانه طبعا تاريخ نضالي محترم يعني. بالظبط. طيب خليني ابدا مباشره او نشتبك مع بقى الملفات الاساسيه، ولو بدانا بملف الصحه. وخليني ابدا من الزياره الاخيره بتاعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. احنا كنا بنتكلم اول امبارح تقريبا، كان امبارح على طول. كان عند حضرتك، وكان بادي كده ان في مشكله في المستشفيات وفي الاول. ايه ازمه مشكله 100 غمر دي؟ كانت غريبه شويه. طيب انا هقول لحضرتك الاول الملف الصحه وبعدين نرجع ونرجع تاني لمستشفى 100 غمر. احنا محافظه الدقهليه الحقيقه محافظه متميزه جدا في مجال الصحه. صحيح. وعندنا عدد كبير جدا من المراكز الصحية المتميزة، عندنا مركز الكلى، عندنا مركز الجهاز الهضمي، عندنا مركز الكبد، عندنا مراكز ناس كمان بتيجي من خارج محافظة الدقهلية بتتعالج عندنا، وحتى من الدول العربية بتوصل لمدينة المنصورة بتميزها في مجال الصحة. لكن في بعض الملفات اللي هي كانت الحقيقة مركونة من عشرات السنين يعني، ومنها ملف مستشفى مدينة غمر. مستشفى 100 غمر بالذات دي كان فيها مشكله ما بين المقاول اللي سلمها، وبعد ما سلمها اتضح ان فيها شويه مشاكل من الناحيه الهندسيه على سنه 96 على 96 وحصل طبعا قرار ان احنا نفض المستشفى لانها
مستشفى تمثل خطورة على الناس، وبالتالي أصبحت المستشفى لا قادرين نهدها ولا قادرين نشتغل فيها وليها 22 سنة بهذا الشكل. أنا لما جيت قلت لهم يعني زرت المستشفى، وكانت فرصة طبعا في أول زيارة لمعالي رئيس الوزراء عندنا إن إحنا يعني مش كل حاجة وردي كل حاجة حلوة، لكن صحيح السيد الرئيس علمنا إنه لازم يعني نقتحم الصعاب ونحل زي ما المشكله الاقتصاديه اللي احنا فيها اللي كانت مؤجله من 30 سنه ابتدينا ندخلها دلوقتي. طب والقصه بتاعه المستشفى دي نفس الكلام. فلما فتحنا الموضوع مع معالي السيد رئيس الوزراء الحقيقه مشكورا رحب ان هو يشوفها ويزورها، ويمكن برضو ان شاء الله خطوات تنفيذيه للحل بكره الصبح ان شاء الله في على مكتب السيده وزيره الصحه، وانا من هنا يعني ببعت لها كل التحيه والتقدير لأن اهتمامها بهذا الموضوع، وإن شاء الله على يوم الأربعاء القادم كما وعدنا معالي رئيس الوزراء إن شاء الله هيحصل اجتماع ما بين الشركة المنفذة الأربعاء الأسبوع الجاي يمكن بعد مجلس الوزراء، أنا ما أعرفش مجلس الوزراء يبقى الأسبوع الأربعاء ده ولا الأربعاء اللي بعده، لكن بعد ما مجلس الوزراء إن شاء الله هيبقى في لقاء ما بين الشركة المنفذة ومديرية الصحة في الدهلية عشان حل نحل على طول على الملف ده اللي اتأجل 20 سنة. يعني فندم الخلاف ان المستشفى كان فيه مشاكل هندسية بالظبط، فما تم يعني تم اخلاقها وظهرت شروخ وظهرت مشاكل من الناحية الانشائية فخافوا على. طب انا بتكلم على 22 سنة كلها في القضاء. في القضاء المشكلة في القضاء، انه المشكلة المستشفى موجودة في القضاء، فكل يعني السادة المحافظين السابقين طبعا موضوع معروض على القضاء فما نقدرش ناخد فيه قرار، فأجلوا المواضيع لغاية لما يبت القضاء، إلى أن حاليا دلوقتي لغاية دلوقتي لم يبت في القضية. في القضية يعني اللي هيحصل أقرب إلى مسألة تسوية ما بين المقاول والحكومة. احنا ما نقعدش نستنى طيب لغاية إمتى؟ 22 سنة النهاردة الحاجة اللي كنا هنهدها ونبنيها مثلا ب 100 مليون النهارده بتكلفنا 300 مليون. صحيح. يعني فبالتالي لازم ناخد قرار سريع. وانا يعني الحقيقه بحيي السيد رئيس مجلس الوزراء حقيقه برضه هو بيقتحم الامور وبيحل بسرعه ومن الموقع على طول، كان اتصالاته مباشره واحنا موجودين في الموقع، واخد خطوات ان شاء الله باذن الله تكلل بالنجاح ان شاء الله وتحل مشكله المستشفى، سواء كان ان هتزال المستشفى وتتبني مكانها حاجه جديده او يعني يبقى ليها حل اخر. يعني ده اقتراح قائم انه تتهد وتتبني. طب ده مستشفى ميت غمر اللي هي بتمثل حاله يعني. تمام. اوضاع المستشفيات في الدقهليه يعني. احنا عندنا الحقيقه في الدقهليه عندنا عدد من المستشفيات الرائعه، عندنا مستشفى المنصوره الدولي ودي فيها كل التخصصات، كمان مدينه المنصوره بتتميز ان احنا عندنا الجامعه، والجامعه هي جامعه يعني رائعه بكل المقاييس، عندنا 12 مستشفى متخصص في جامعه المنصوره. بالاضافه الى طبعا حوالي يمكن 31 مستشفى من وزاره الصحه، بالاضافه لاكثر من 50 مستشفى لمستشفيات حكوميه غير تابعه لوزاره الصحه، يعني تبقى مثلا التامين الصحي وخلافه. عندنا القطاع الخاص عندنا عدد مستشفيات لا باس بها، كتير جدا، عدد كتير جدا يمكن اضعاف المنصوره معروف انه يعني هي مدينه من مدن الطب يعني. صحيح. والمستشفيات الحقيقه متوزعه على كل المدن والمراكز. وعندنا انا زرت احد القرى فيها الحقيقه وحده صحيه، الاهالي قاموا بتطويرها وبناء دورين عليها وحطوا فيها 26 مكنه غسيل كلوي، بالاضافه الى حوالي 20 حضانه، يعني كمان عندنا المجتمع المدني الحقيقه مجتمع رائع جدا ومتميز في محافظه الدقهليه. امبارح كان في اشاره الى انه في المدارس اللي هم 96 مدرسه اللي اتبنوا منهم 36 كان الاهالي متبرعين. لا مش 36 لكن في جزء كبير جدا منهم متبرعين، لكن في اربع مدارس الحقيقه كانوا متبرعين بالارض ومتبرعين كمان بفلوس، يعني احد المدارس كانت فيلا لاحد المواطنين اتبرع بالفيلا واتبرع ب 2 مليون جنيه كمان عشان البونة. عشان البونة. فالمجتمع المدني الحقيقه متميز، وانا اسمح لي من خلال نافذه هذا البرنامج احيي كل رجال الاعمال والمجتمع المدني على دعمه للعمليه التعليميه والعمليه الصحيه، وهم داعمين الحقيقه في كل الاتجاه. يعني طيب. ده بالنسبه للمدارس. بالمناسبه احنا عندنا مدارس برضو متميزه، لكن ما زلنا هناك في بعض العجز في او الكثافات الفصول. احنا السنه دي استلمنا
96 مدرسة اشتغلت، لكن عندنا 52 مدرسة تحت التنفيذ يعني لسه بتتنفذ، وعندنا 27 مدرسة ان شاء الله هنطرحها، خلصنا اجراءاتها هتطرح للتنفيذ يعني في العام القادم. بمعنى ان احنا بنسبق الاحداث عشان نقلل من الكثافات. انتم مشكله الكثافات وضعها ايه عندكم يا فندم؟ هي الكثافات عندنا في مدارس بتتراوح ما بين 45 و 55، لكن في قله قليله جدا. مش كثافات يا فندم، دي عامله مفيش كثافه. دي لكن دي في قله في لا بعض يعني هي كثافه بشكل يعني مجرد هي كثافه، لكن بشكل نسبي للكثافات الثانيه تعتبر مش حاجه. بس في مدارس وصل فيها 70. في مدارس وصل فيها 70، وده اللي احنا بنحاول. هي بوجه عام على فكره المتوسط 50 في محافظه دهليه، متوسط كله. لكن حضرتك في مدارس فيها 45 وفي مدارس 55 وفيها 70 برضه، في مدارس فيها 70. فاحنا اللي بنعمل عليه ان هو ال 70 ده ما يظلش يبقى 70، لازم الكثافات تقل. طبعا حته التوزيع حضرتك، احنا يمكن من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في محافظه دهليه ان كل الارض ارض زراعيه. ما عندناش ظهير صحراوي. في الدهليه طبعا. في الدهليه. الاراضي شحيحه جدا، وبالتالي بندور على الاراضي سواء الناس، وهنا دور المجتمع المدني اللي بيتبرعوا بالحقيقه، بيجوا في قريه وبيتبرعوا بارض. وبناخد الاجراءات طبعا والموافقات ان هي تتحول من ارض زراعيه الى مبنى خدمي طبعا، مستشفى دي بتادي سوري المدرسه بتادي خدمه تعليميه متميزه، وبالتالي احنا محتاجين ده. هم بيساعدونا في هذا الاتجاه، يعني بيتبرعوا بالاراضي، لكن ما زلنا برضو ان العدد اللي احنا عايزينه اكتر من الموجود. اكتر من اللي موجود. طب ده بالنسبه للي هم الجناحين بتوع اي محافظه، اللي هو الصحه والتعليم. لو جينا للمحافظه، كل محافظه فيها عدد من المشروعات القوميه، ويمكن كان من التكليفات الواضحه جدا سواء في اجتماع حضراتكم مع بعد حلف اليمين او الاجتماع الاول مع رئيس الوزراء، في توجيه انه من المهام الاساسيه لكل محافظ هي المتابعه الاساسيه لتنفيذ المشروعات القوميه. خريطه هذه المشروعات في الدهليه ايه؟ وصلنا لانهي مرحله في تنفيذها؟ احنا عندنا خريطه كبيره شويه، خريطه داخل المنصوره. لو اتكلمنا على داخل المنصوره فاحنا بنتكلم عن عندنا مشروعين شغالين فيهم دلوقتي. مشروع بنسميه منطقه الهابي لاند، او دي حديقه اصلا بنحاول نطورها ونعمل تحتها جراج 500 سياره. يعني تحت الجنينه بالكامل هيتعمل باركنج، وفي نفس الوقت هيبقى تطوير للمكان وتوصيله بالنيل، لانه طبعا بيبقى هي على كورنيش النيل مباشره. هيبقى فيه كوبري بحيث ان احنا نعيد تخطيط هذه المنطقه. عندنا مشروع اخر اللي هو حديقه الحيوان، كانت حديقه حيوان متواضعه جدا فيها 5-6 حيوانات. فابتدينا المساحه كبيره، فابتدينا احنا كنا نسمع عنها كتير وما نشوفهاش، وللاسف الدخل بتاعها ما بيقدرش يصرف على الحيوانات. فكانت فكره لا نحولها الى حاجه استثماريه. فالحديقه من الخارج كلها عد تصميمها ان هي تبقى عباره عن محلات، والمحلات ايجار المحلات ده يصرف على الحديقه، وبالتالي مساحتها قد ايه يا فندم؟ يمكن حوالي 5 فدادين، لكن هي مساحه مش قليله. وفي نفس الوقت ممكن تبقى متناسبه مع المدينه. لا يعني عدد الحيوانات كمان هيتضاعف عشرات المرات يعني. احنا كمان الحيوانات اتنقلت كمان لحديقه الحيوانات الجيزه، وان شاء الله بعد ما نعيد تاخدوها تاني تخطيط هناخدها تاني، وهناخد عليها اعداد اخرى وحيوانات اخرى، بحيث ان هي تبقى برضو مزار اولا لطلاب المدارس عندنا والشعب المنصوره. لما تبقى في حديقه حيوان تبقى حاجه متميزه. لكن التخطيط العام للمنطقه ان انا كمان هي حديقه متميزه، ان في 4 شوارع من كل الجهات. فمحتاجنا نعمل زي محلات وفي نفس الوقت باركنج عشان الزوار، لان الناس اللي بتيجي للجنينه ولو ركنت في الشارع بتسد الشارع. فبالتالي التخطيط شمل انه يسمح بعدد على الاقل 70 سياره تحت في من الزوار، وفي نفس الوقت المحلات دي عشان تضيف دخل للمصاريف للحديقه، وتبقى مكفيه نفسها وفيها فائض كمان للتطوير. يبقى ده المشروع الثاني. ده المشروع الثالث اللي هو الاتوبيس النهري. الاتوبيس النهري احنا بدانا باربع محطات على النيل، ان احنا عايزين عندنا نهر النيل موجود، فبالتالي عايزين نستفيد من نهر النيل موجود وجميل في المنصوره فبالتالي احنا كمان الجانب الاخر مدينه طلخه. فاحنا عندنا المنصوره طلخه، وفي ناس كتير جدا بتعدي من خلال كوبري طلخه، واحنا محتاجين انه تبقى وسيله
مواصلات سريعة وآمنة وفي نفس الوقت رخيصة، لأنه طبعا لما يبقى أتوبيس ناري لا وممتعة كمان وممتعة بالظبط. فإحنا دلوقتي في الطريق إحنا بنعمل أربع مراسي، هيبقى في أتوبيس نهري، في تاكسي نهري، في مطاعم عائمة في على النيل، يبقى دي عندنا شوية برضو فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت انت بتقدم خدمة للمواطنين عشان تحل أزمة أزمة المواصلات اللي هي بتعدي على طول على كوبري طلخة أو كان كوبري الجامعة. لا احنا بخفف عليهم الضغط من خلال الأتوبيس النهري، واحنا بدأنا فعلا في الأربع مراسي وإن شاء الله يعني متوقع يعني قريب جدا نخلصهم يعني. يعني دي الحاجات الأساسية، ده الحاجات الأساسية في مدينة المنصورة، بالإضافة توسعة الكورنيش دي لسه مشروع قدامنا، في حائط ساند بيتعمل عشان المشاية العليا، يعني في حائط بتنفذه دلوقتي الهيئة الهندسية عشان بتوسع لنا الممشى العلوي، فده هيضيف حارة أخرى للمرور هتساعدنا، لأن مدينة المنصورة من مشاكلها مشاكل المرور، وعشان كده يمكن حتى الأسبوع الماضي كان في توقيع عقد ما بين هيئة الأنفاق ومكتب فرنسي من خلال منحة فرنسية من الحكومة الفرنسية ب 750 ألف يورو لدراسة الوضع النقل داخل مدينة المنصورة أو ما يسمى بمترو المنصورة. فأنا يعني شرفت مع معالي السيد وزير النقل أنه حضرنا حفل توقيع العقد ما بين المكتب الاستشاري الفرنسي وهيئة الأنفاق على أن يعملوا دراسات إن شاء الله هينزلوا آخر هذا الشهر، بالاستعانة مع جامعة المنصورة وكلية الهندسة بالذات في من خلال متخصصين أن هم يبتدوا يعملوا دراسات أولية لمدة أربع شهور، نشوف خطوط السير، خطوط الزحمة فين، أماكن المحطات المتوقعة تبقى إيه، هل هو خط مترو ولا هيبقى خط يعني تلفريك ولا ايه نوع التصور، يعني التصور لسه هم اللي بيحددوا التصور ده. وهيدخل كمان معاهم من ضمن التصور ده كيفية ربط مدينة المنصورة القديمة مع مدينة المنصورة الجديدة. يعني فكرة انه يبقى في قطار كهربائي ما بين المدينتين مرا ببعض المدن والمراكز اللي موجودة في النص، فده بيساعد كمان في عملية الربط. واحنا عايزين مدينة المنصورة دي اللي هي المدينة المصممة على اعلى مستوى زي ما بيقولوا المدن الجيل الرابع، الجيل الرابع تبقى لازم اربطها كمان عشان الناس تبقى تروح وتيجي بسهولة، بالاضافة للخدمات اللي هتبقى موجودة، لانه مدينة المنصورة باللي فيها دلوقتي من المراكز محتاجة برضو الناس لازم تنتقل من المنصورة القديمة للمنصورة الجديدة. احنا وصلنا فيها لفين يا فندم؟ المنصورة الجديدة الحقيقة انا رحت امبارح، يمكن اول مرة كنت اروح مع معالي السيد رئيس الوزراء. الحقيقة انا انبهرت بما يتم خلال عشر شهور، حضرتك كمية مباني وعمارات سكنية سواء كان اقتصادية او مساكن او برضو عالية التكاليف او حتى الفلل، وبالاضافة الى اللي عجبني اكتر الحقيقة انا بالنسبة لي الممشى اللي موجود على كورنيش مدينة المنصورة الجديدة. كورنيش هم بينفذوا دلوقتي حوالي 800 متر، حاجة على اعلى مستوى من التنفيذ، يعني ممشى جري، تراك للجري، في ممشى، في مكان للسيارات، في مكان خضرة، في أماكن للجلوس على الكورنيش، الكورنيش مباشرة على البحر على بعد يمكن 50 متر من البحر، حاجة رائعة جدا، بالإضافة إلى بعض الحاجات اللي هي الألعاب المائية والألعاب اللي هي اللي بنسميها الشاطئية. حاجة بتبقى يعني أنا إن شاء الله هنشوف مدينة مختلفة. أنا في خلال العشر شهور اللي فاتوا دول من تاريخ البدء في المشروع النهاردة أنجزت على الأقل 216 عمارة من المسكن المتوسط. 216 أيوة فندم مجاري. أولا نسبة الإنجاز على فكرة عالية جدا، من 40-60% حسب المناطق اللي موجودة، وده في سنة واحدة. يعني من 40-60%. هم قالوا ان هم بدأوا في شهر 12 بالظبط، انا سألت على تاريخ البداية، قالوا في شهر 12 2017، يعني لسه مكمل 10 شهور بالظبط وصلنا لهذا الرقم. مستعدة تخلص امتى فن؟ لا هي مفيش مدينة هتنتهي في سنتين، لكن على الاقل ممكن تبقى سنتين مثلا ولا حاجة، تبقى الخدمات كلها متواجدة، لان هو الخدمات شغالة دلوقتي، الصرف الصحي موجود شغال، يعني تباعا هتدخل المية، هتدخل بعد كده الايه البنية الاساسية التحتية، ثم الطرق والرصف داخل العمارات،
والتشطيب العمارات ده انا اعتقد يعني سنه كمان ممكن تبقى في وحدات جاهزه للتسليم، الناس تسكن، سنتين هتبقى المدينه فيها خدمات، فيها جامعه طبعا بتتبني، جامعه اهليه، في جامعه المنصوره واخده ارض فيها كمان هتبنيها، لكن مدارس، مستشفيات. هي فكره المدينه الذكيه او مدينه الجيل الرابع، اللي هي مدينه كامله المرافق والخدمات. المرافق والخدمات وعلى مستوى عالي طبعا من الايه، من مش بس الجوده والتقدم العلمي يعني الحاجات. طب انا هسالك في بعيد بقى عن مسؤوليه المحافظ، هسالك كاستاذ جامعه، استاذ هندسه. بعض الناس يقولوا ان المدن الجديده دي اللي هي المدن الجيل الرابع، المدن الذكيه الكامله مرافق وخدمات، و عايز مواطن مؤهل يسكن فيها، ده صحيح؟ لا، هي بص حضرتك، كل المواطنين دلوقتي على المستوى، انت عارف حضرتك ان الانترنت انتشر دلوقتي في كل التليفونات، مع الاطفال الصغيرين في كل مكان. الدنيا التطور بيحصل سريعا. لا، فكره الثقافه يا فندم، يعني ثقافه مثلا المصريين، احنا ما عندناش ثقافه الصيانه مثلا. يعني ودي مشكله البلد بشكل ضخم. اي مصري، المدن دي بفلسفة الرئيس انه اللي عايز خدمة هيدفع ان شاء الله، يعني بس. مش كده؟ صحيح، بس انا اقول لحضرتك حاجة، يعني هو ده مش طعم في المواطنين المصريين. لا 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 طبعا، لا المصريين المصريين المواطنين المصريين لما بتلح لهم نظام ثابت ونظام جيد بالدنيا بتمشي. اقول لحضرتك المصريين اللي بيروحوا اللي بيسافروا بره، معلش، بيحصل ايه؟ بيحصل ايه منهم؟ بيحصل ان هم بيلتزموا، بيبقوا على اعلى مستوى من النظام، ولو سكن في شقه بيعمل مينتنس، في منظومه فاذا كانت المدينه كلها فيها هذه المنظومه فالناس هتلتزم، فيعني هيبقى التزام، لانه كمان في اداره للمدينه، في مراقبه، الحاجات دي طبعا ده نظام اداره للمدينه. واعتقد ان شاء الله انه مدينه المنصوره الجديده هتبقى هي والعالمين، العالمين في الغرب ومدينه المنصوره في الشرق، هتبقى حاجه يعني نفتخر بيها. في جزء كمان من المنشات هيقام في البحر، حاجه على البحر. طبعا حاجه زي ما حضرتك لو بتشوف دبي كده، النخله في داخل البحر، اللي هي النخيل هناك، هنا هيبقى حاجه تانية خالص داخل البحر، ويبقى ان شاء الله حاجه تليق باسم جمهوريه مصر العربيه ومدينه المنصوره ان شاء الله. طب البنى والاهتمام ده، لو رحنا للمنصوره القديمه، يعني المرافق فيها حالتها عامله ازاي؟ الطرق، الصرف، وفي المحافظه عموما، يعني ما بتكلمش على المنصوره بس. المحافظه عموما عندنا مشكله في الطرق، ده حقيقه، واحنا عرضناها على معالي السيد رئيس الوزراء. عندنا طبعا ربط مدينه المنصوره بالقاهره من خلال طريق بنها المنصوره، ده حالته مش كويسه، محتاج صيانه، محتاج ده الزراعي، هو مفيش غيره، مفيش غيره، هو الصراحه ولا زراعي، هو الطريق الوحيد اللي بيربط ما بين بنها المنصوره. طبعا بعد طريق بنها الحر الجميل ده، اللي ست حارات ولا خمس حارات في كل اتجاه، وطريق على مستوى عالي جدا، ونفاجئ ان طريق المنصوره حارتين يعني وضيقين، جنبنا ترعه وجنبنا الناحيه الثانيه المساكن. فابتدت دلوقتي في اربع كباري بيتعملوا على مناطق الاختناق في طريق. برضو امبارح من ضمن الحاجات اللي يمكن تكلفات معالي السيد رئيس الوزراء، ان هذا الطريق يعاد يعني تطويره وتأهيله، يعني وتأهيله، بحيث ان شاء الله يبقى طريق متميز وسريع. عندنا طرق ايضا، في طريق الربط ما بين المنصوره الجديده ومدينه جمصه بالمنصوره القديمه، ده طريق برضو احنا بنسميه رافد جمصه، طريق حياة مستواه برضو مش كويس، واحنا كان يعني احنا بالصدفه طبعا ده خط السير بتاعنا، فكنا ماشيين عليه معالي رئيس الوزراء برضو يعني كان بيقترح انه نضيف حاره يمين وحاره شمال، بحيث انه يصبح ثلاث حارات ذهاب وثلاث حارات اياب، وفي نفس الوقت هيرفع من كفاءه الطريق، وان شاء الله ده يعني وعد في خلال سنه ونص او سنتين ان شاء الله يبقى هذا الطريق مفتوح على اعلى مستوى، طريق حر. ده الطرق الداخليه عندنا برضو، يعني طبعا الطرق فيها الداخليه فيها مشاكل من ناحيه الرصف. مدينه المنصوره بتعاني من الازدحام، ويمكن الاسبوع اللي فات الحقيقه كان في عامل زي ورك شوب كده، جايب اداره المرور، اداره عمل المرور في الدهليه،
مع أساتذة كلية الهندسة المتخصص مرور ونقل مع نقابة المهندسين. جبت كل المتخصصين وقعدنا في كل الشبكة بقى كل اللي هي الشبكة كل المهتمين بموضوع الطرق والنقل وقعدنا مع بعض. وكان في بعض الاقتراحات الرائعة جدا زي مدينة المنصورة ما فيهاش نقل جماعي فهندخل فيها شركات نقل جماعي هنضخ فيها 100 باص نقل الجماعي وده هتعمل نقلة نوعية والأسعار هتبقى في تناول لكل المواطنين يعني هتبقى أرخص من التاكسي وأرخص من حتى من الميكروباص اللي موجود. هنبتدي ندور على المناطق اللي فيها أكثر ازدحاما وفيها مشاكل في الباركينج هنجيب باركينج حاجات حديثة متنقلة تتنقل على عربية تشيل 20 يعني انت عارف حضرتك دلوقتي السيستم اللي هو بيشتغل بالإليفيتر او بالمصعد كده عربيات يعني يبقى هيكل معدني وجواه مصعد بيطلع بالعربية بيحطها على رف وبينزل تاني ياخد وهكذا. بمعنى انه انا باخد سبيس صغير 4-5 متر لكن يشيل لي 20 عربية في مناطق ازدحام ده انت هنا كده يعني بنعمل حلول مبتكره بالظبط عشان نحل مشاكل لانك لو دورت على الحلول التقليديه مش هتحل. ما لا هعمل باركنج متعدد الطوابق يبقى هحفر الشارع واعمل واقعد سنتين هتعطل الدنيا. ده القصه دي كلها حياتك. انا اقدر في مناطق تجمع انقل العربيه دي وبكره الصبح اجرها بمقطوره اوديها حته ثانيه لو عندي مشكله وهكذا. لكن هننزل حوالي 30 باركنج من ده متعدد الطوابق والارتفاعات مختلفة ممكن يبقى 16 عربية 20 عربية 12 عربية حسب ما احنا احتياجاتنا وحسب الزحام الموجود. بالراعي فيه الشكل الجمالي انا برضو ما احطش هيكل كده معدني يعني بالظبط يعمل لازم يبقى مشكلة. فيه مغلف بالاعلانات مضاء بشكل معين الناس تبقى حاسة انه ده يضيف قيمة جمالية للمكان وفي نفس الوقت بيؤدي خدمة يعني احنا محتاجين لها. طب ده على مستوى الطرق بس احنا مستوى الطرق والمرور طلعنا والمرور بس احنا كده كله بنتكلم في المنصوره خارج المنصوره لا وخارج المنصوره أو خارج المنصوره نفس الكلام احنا بنتكلم دلوقتي في طرق دلوقتي يعني مثلا منطقه بحيره المنزله احنا بنفتح المحور اللي تابع الدهليه ان هي داخل الدهليه احنا طبعا بحيره المنزله زي ما سيادتك بتذكر كده ان هي بتطل عليها ثلاث محافظات بس في جزء بداخل محافظه الدهليه في طبعا بورسعيد ودمياط واحنا في جزء منها احنا في طريق بيتعمل حوالين البحيره لينا فيه 36 كيلو احنا الحمد لله قدرنا نشيل كل الاشغالات اللي موجوده على 20 كيلو بالكامل وسلمناها للقوات المسلحه انه يعملوا هذا الطريق. في عندنا 16 كيلو لسه عليها اشغالات دي ان شاء الله هنزلها تباعا وبنوفر بدائل للناس لانه في مشكله في الازالات دي يا فندم. في مشكله من حيث انه في تجمعات سكانيه عليها في بعض المناطق فعشان تشيل لازم توفر بديل والبديل اوريدي يعني احنا خلاص جمعناه في بديل موجود في منطقه او مركز احنا هنا بحيره المنزله اعمال مركز الجماليه ده اعمال التطهير موجوده احنا في الجماليه وعندنا المنزله وعندنا المطريه دول ثلاث مناطق احنا بنحاول نحط يعني سكن للصيادين سكن للصيادين وبالتالي نقدر نشيل الاشغالات بتاعتهم ويبقى ليهم سكن سكن حاجه محترمه كويسه في خدمات كلها وبالتالي نقدر نشيل باقي الاشغالات اللي موجوده. طب في تواصل متفاهمين معترضين هم ما اعتقدش انه فيهم مشكله خالص لكن انا الحقيقه لسه ما زرتش المنزله انا هروح قريب يعني وعدتهم اكتر من اتصال معاهم ان شاء الله اجي لكم واقضي يوم كامل هناك معاهم وفي نفس الوقت بندور على البدائل المناطق دي عشان بس نجهز نفسنا لانه برضو موضوع الاسكان عشان اجهزه انا مش هقدر اجهزه في 6 شهور ولا سنه صحيح محتاج ده انا بتكلم على 2500 وحده بنتكلم على 500 مليون جنيه يعني لو قلنا الوحده 200000 جنيه بالظبط فبالتالي الارض انا على الارض حددناها ورفعناها ومحتاجين دلوقتي نبتدي نشتغل فيها بحيث ان احنا على مدار كل عماره بتجهز ممكن نسلمها وبالتالي نعمل اخلاء تدريجيا لغايه فده مشروع قائم يعني في مشروع قائم موجود وطبعا انا متاكد انه اهل المنزله والمطاريه والجماليه هيساعدونا في ازاله كل المناطق اللي فيها اللي هي معموله بشكل عشوائي وفيها يعني بتعطل تطوير البحيره. البحيره حاجه رائعه جدا ان احنا نستعيد هذه البحيره
وبدل ما هي دلوقتي اسماك بتاعت الاسماك قلت فيها، احنا عايزين نعيد نعيدها بالزبط تاني لوضعها القديم، وفيها انواع متنوعه بحريه ونيليه، وبتبقى الثروه سمكيه بتزيد، ده هيبقى عائد ليهم هم. ده احنا بالعكس، ده احنا بنفكر كمان عندنا مناطق هناك قريبه نعمل فيها مصانع تلج ومصانع تصنيع اسماك. يعني كمان او ما تبقاش المساله يعني صيد وبس، يعني بصيد وبس، لانه ده بيهدر علينا يعني ثروات كتير. صحيح جدا. صحيح. فاحنا دلوقتي ده في اتجاه ان احنا كمان ندور على مناطق نعمل فيها مناطق لوجستيه ومناطق صناعيه عشان تساعدهم، يعني مصانع تلج عشان اللي هيصطادوا يتلج بشكل معين يبتدي يتوزع على محافظة عليه والمحافظات الاخرى، الباقي او اذا كانت الكميه، وان شاء الله هتبقى في كميات، لان احنا بنتكلم على بحيره 250 الف فدان هتبقى استزراع، هيتحط فيها اصناف مختلفه من الاسماك، ان شاء الله هيبقى في فائض، وبالتالي الفائض ده لازم يتعمل له عمليه تصنيع، فمحتاجين مصانع. مصانع معناها فرص عمل لاولاد الصيادين وللصيادين، وده اللي تسعى فيه الدوله. الدوله عايزه خدمات تقدمها للمواطنين بكل الشغل وخلق فرص عمل. طب ده بالنسبه للطرق في المحافظه وبقيه المدن. المحافظه متغطيه صرف صحي نسبه كام؟ الصرف الصحي احنا محافظه كبيره قوي الحقيقه، كل المدن فيها صرف صحي. كل المدن بتتكلم كام؟ 20 مركز مش كده؟ 21 مركز. 21 مركز. لكن الفكره القرى عندنا 96 قريه نازله دلوقتي في البرنامج عندنا تغطيه، 96 قريه. 96 داخلين تغطيه الصرف الصحي. صحي. مطلوب فيهم ارقام خياليه يا فندم، مطلوب فيهم مثلا 19,000 وصله منزليه. 19,000؟ احنا نفذنا منهم 6,000. يعني وصله منزليه، يعني عشان نوصل من البيت لغايه الخط الخط العمومي الخط العمومي الصرف، فاحنا بنشتغل في هذا المجال. مطلوب 19,000 وصله. احنا بدانا 6,000 وهنكمل، وطبعا حضرتك وانت بتنفذ كمان الناس بتبني، الناس بتزيد، طبعا الوحدات وهكذا، فاحنا متابعين. لكن دول 96 قريه، في 48 قريه ثانيه ده مشروع لوحده، في 48 قريه يعني الحكومه قالت لنا جهزوا لو الناس عندها استعداد تشارك هنديكم 48 قريه نغطيهم بالصرف الصحي. وبالفعل احنا طرحنا هذه القرى، وانا بقول لك شعب الدقهليه شعب متميز، المجتمع المدني فيه عالي جدا، الناس اتبرعت باراضي لمناطق عشان محطات رفع الصرف الصحي وساهموا في الخطوط، وبالتالي ال 48 دول ان شاء الله هيدخلوا حيز التنفيذ قريبا جدا، وبالتالي هنغطي جزء كبير. احنا يمكن بالنسبه لمستوى الجمهوريه احنا هنبقى عددنا وصلنا اكتر من 30% دلوقتي. 30% من تغطيه القرى. من تغطيه القرى 30. وان شاء الله هنزيد باذن الله مع الوقت. طيب لو خدت حضرتك، انت حضرتك اشرت كذا مره للمجتمع المدني لكن عايز اسال حضرتك على وضعيه الاستثمار ورجال الاعمال في الدقهليه. التقيت بيهم يا فندم؟ التقيت بيهم يا فندم، ده ملف في غايه الاهميه. انا اول يمكن تاني اسبوع ما وصلت المحافظه زرت منطقه جمصه وقعدت مع المستثمرين، واتفقنا كمان على ميعاد الاسبوع اللي بعده يجهزوا لي الملفات والعواقل اللي عندهم. جم بهذه الملفات وطرحنا بعض الافكار واتفقنا على اسلوب عمل، فاحنا شغالين معاهم دعم ليهم. من ثلاث اسابيع بالظبط احنا حضرتك عملنا اجتماع مع المنطقه الصناعيه في جمصه للمستثمرين، وكان برضو ليهم بعض المشاكل في التعثر، وان شاء الله هنساعدهم احنا كمحافظه، هنحاول نساعدهم ونلقى لهم طرق لحل المشاكل. كان في مشكله من حيث الصرف الصحي، وهم الناس بعض المصانع بتصرف بدون ما تعمل ما يسمى بمحطات وسيطة للمعالجة المية، لأن كل مصنع بيختلف عن الآخر. في مصنع رخام بيبقى مجرد بيبقى فيه عكارة وفي رواسب، في مصنع تاني كيماويات بيعمل حاجة تانية، في مصنع كاوتش بيعمل حاجة تانية، فكل مصنع مفروض أنه يبقى ليه في وحدة معالجة خاصة بيه. الشركة اللي هي مشرفة أو شركة المية والصرف الصحي اشتكت أنه بعض المناطق بتسد فيها الصرف بسبب الصرف ده. الناس بلغناهم وطلعنا لجنة أن احنا هنتابع معاهم عمليات المعالجة اللي بتتم في كل مصنع،
وهنساعدهم ان شاء الله سواء كان فنيا او بدعم لوجستي بحيث ان احنا نتغلب على المشكله دي. لا انا متابع لا بالعكس، انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا في الاسبوع الاول جاني مجموعه من المستثمرين حتى من خارج المحافظه بيهنوني وكده، بعد بالظبط بعد شهر رفعت سماعه التليفون وطلبتهم تاني. ايوه شهر العسل خلص. أيوة مش كفايه شهر العسل خلص. اتفضلوا حضراتكم ووعدتوني انكم تيجوا، وان شاء الله قريب جدا حضرتك لما بس نمسك في ايدنا المشروع، مشروع كبير جدا. انا يعني انا متاكد ان هو مشروع هيعمل نقله. دي حاجه كبيرة. دي حاجه بقى جديده. حاجه جديده مش هتعلن عنها بدايه من بدايه يعني عنها. بدايه تعليق لما طبعًا. يجي المستثمر وفعلا ياخد الارض، وهو مش هيكلفنا حاجه خالص، هو اللي هيشتري الارض ويعمل المشروع، ومشروع هيخلق 2000 فرصه عمل. 2000 فرصه عمل. ادي حاجه يعني رائعة. دي بشرى بشرى ان شاء الله. بس لغايه دلوقتي احنا يعني تواصلت معاه من 3 ايام كده وقلت له، فقال لي انا جاهز لم يعني هجيب المسؤولين اللي معايا في الشركه وهاجي نزورك ان شاء الله. فانا طبعا مستنيهم. فالاستثمار موجود على طبعا على اجندتنا من اول يوم، لان هو ده زي ما بقول لحضرتك خلق فرص العمل وزياده الدخل العام، هو ده المطلوب مننا نسعى فيه يعني. طيب خلينا نفصل يعني استرسالنا هنستكمله، بس انا معايا يعني تليفون من النائب اللواء اسامه ابو المجد، يعني احد نواب محافظه الدقهليه في البرلمان. اهلا بيك سياده النائب. الو اهلا بيك سياده النائب. يا اهلا وسهلا مع حضرتك دكتور مكرم رضوان. دكتور مكرم اهلا. كيرنس وبني عبيد. اهلا بيك يا دكتور. دكتور مكرم رضوان اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل معانا سياده المحافظ دكتور كمال شاروبيان. اتفضل. في البدايه برحب بالاستاذ الدكتور كمال شاروبيان محافظ الدقهليه، اللي احنا سعداء بيه جدا، واحنا بعتبر المحافظه الدقهليه محافظه محظوظه ان بيتولاها واحد بالعقليه دي والقدره على التكيف والحسابات والتنظيم والترتيب، وان شاء الله الخير جاي على ايدي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في سؤال لسياده المحافظ، تعليق، طلب، مش هقول انتقاد يعني، بس وانتقاد. يعني وانتقاد. لا 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 بالعكس وانتقاد. هقول له لا انا كنت هكمل له وان كان ده متاح يعني. اتفضل يا فندم. معالي المحافظ معودنا ان احنا بنكون صراحه معاه وبنستضيفه وبنور كل نفسنا فيه، وهو ما شاء الله عليه قادر ان هو بيسمع كويس وبيتفاهم وبيقول رايه بصراحه. رد يقول انا معترض على ده او له رغبه في كذا، بيقول انا رغبتي في كذا، وده في البدايه يمكن كنا مستغربينه شويه، لكن بعد كده احنا تعودنا ان احنا انسان صريح وبسيط، وده في النهايه بنوصل احنا الاثنين الطرفين بنوصل لحلول مفيده لكل المواطن من محافظه الدقهليه. تمام تمام. بشكرك. شكرا يا سياده النائب. شكرا دكتور مكرم. يعني يبدو ان هو لانه احنا كان دايما الحقيقه الساده النواب احنا بالرغم ان عندنا يعني مجموعه من النواب المتميزين. طب ناخد اللواء اسامه ابو المجد الاول. طيب انا هقول لحضرتك بس عندنا 39 نائب. عندنا قوه برلمانيه قويه كبيرة جدا طبعا. وهم الحقيقه كلهم يعني ناس على مستوى عالي من التعاون والفكر الداعم للمحافظه والاهالي الدهليه. طب ناخد الست نائب اللواء اسامه ابو المجد. سياده النائب اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. تحياتي طبعا لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. للدكتور كمال الاستاذ المحافظ. اهلا. في البدايه طبعا انا بحب اثمن على زياره دوله رئيس الوزراء اللي شرفت بها الدقهليه اول امبارح، وحقيقه كانت زياره ناجحه بكل المقاييس، هناك قرارات اتخذت فوريه على الارض لمعالجه بعض المشروعات المتعثره فيها مشروعات من 30 سنه. ولكن اسمح لي بس يعني بنستثمر وجود معالي الوزير. اتفضل يا فندم. اتفضل. وعايزين نلقي الضوء على مشاكل المراكز خصوصا اللي هي بعيده عن العاصمه والعاصمه الجديده. واحنا عرضنا بعض هذه الامور ونرجو المتابعه مع دوله رئيس الوزراء لحلها. انا عندي مشكله في مركز ديكيرنس اللي هي مشكله مقلب الكمامه. المقلب ده تم غلقه من 3 سنوات وما زال لم يعالج بيئيا ولم يتخذ فيه قرار، وهو بيسبب تلوث بيئي خطير جدا. النقطه رقم 2 في عجاله سريعه عشان اتفضل الضيوف، انا عندي طريق المنصوره محل الدمنه ديكيرنس المطريه، ده اسمه طريق الموت، واتعرض برضه على دوله رئيس الوزراء
وكنت واتمنى ان دوله رئيس الوزراء والمتابعه الدؤوبه من سياده المحافظ اللي احنا ان شاء الله يعني بنعهدها وان يعني بنأملها في الفتره اللي جايه، ان الطريق ده بقى مصدر خطر كبير جدا وحفظ ارواح بطريقه غير عاديه، ان احنا نتدخل حتى بحلول مش لازم نبدا كلها بدرجه 100%، لكن نبدا يعني بحيث ان انا ارسل رسائل طمأنة لان ده بيخدم للناس 10 مراكز موجوده صحيح على الطريق. تمام. النقطة الأخيرة معلش اتفضل. طبعا جميل جدا المنصورة الجديدة، وزي ما سمعنا من معالي الوزير المحافظ هتكون حاجة جميلة، ودي حاجة كان بينتظرها الشارع الأهلاوي من فترة. وبالمناسبة دي يعني أنا برسل شكري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه المنصورة الجديدة وعلى بحيرة المنزلة، ولكن أنا عايز معالي الوزير يرسل رسالة طمأنة للشارع الأهلاوي، لان الشركات الاستثمار العقاري اللي نزلت يعني صدرت مخاوف من الاسعار اللي هتبقى عليها مدينه المنصوره الجديده. احنا يعني احنا عايزين الشباب يبقى له فرصه يلاقي، عايزين المتوسط الدخل يلاقي، عايزين كل اطياف المجتمع يبقى لها فرصه في المتنفس الجديد للعاصمه الجديده للدلتا. وطبعا انا بعتذر على الإطارة. اشكر حضرتك جدا سياده النائب اسامه ابو المجد، اللواء اسامه ابو المجد. طب هو فتح معانا كذا حاجه، ثلاث حاجات. المشاكل اللي هي المراكز البعيده عن العاصمه والعاصمه الجديده، وراح ديكيرنس اول حاجه، في مشكله مقلب القمامة بتكلم على من 3 سنين تقريبا. هو حضرتك الحقيقه برضو مجرد ما انا وصلت وقلت موضوع القمامة بالذات، لانه الحقيقه كان في تعليمات واضحه، ويمكن حتى في اول اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء الموضوع النظافة والطرق والإضاءة الشوارع دي لازم نتأكد منها في خلال الشهر ده لدي تمام. القصة بتاعت المقالب القمامة عندنا في محافظة الدهلية، احنا عندنا حوالي 7 مقالب قمامة على مستوى المحافظة، مش في ديكيرنس بس، في ديكيرنس وفي في سندوب وفي في سنبلاوين، في مناطق مختلفة، واحنا يمكن محافظة متميزة في الموضوع ده على فكرة. شوف حضرتك متميزة في ايه؟ ان احنا عندنا 7 مصانع تدوير قمامة. يعني 7 مقالب وسبع مصانع. منهم 4 ثابتين وفي 3 متحركين، لما تبقى في ضغط هنا بيتحرك. طيب وعندنا مقلب عمومي اللي هو في ألبشو، دي منطقة يعني شبه صحراوية بيتحط فيها اللي هي فائض عملية التدوير. طيب المشاكل كل مقالب القمامه الحاليه اللي بيتم فيها تدوير بيتم طبعا بعد فصل الفصل بيتم البواقع الطعام، ودي بتتعمل بقى انت عارف سماد عضوي فبتطلع روايح وبتطلع غازات وبتطلع حاجات كده. وبالتالي وزاره البيئه كانت تحددت مكاتب استشاريه لكل محافظه، هي متكلفه مكاتب استشاريه لدراسه المشاكل اللي موجوده في المقالب دي. وجالي حتى تقرير، فانا يعني قعدت يومين اقول يلا طب عايز اعرف التفاصيل اكتر، فقعدت جبت المكتب الاستشاري تفاصيل اكتر لغايه لما قابلنا معالي الوزيره في احد الاجتماعات وقالت الموضوع ده كله هنعمله على مستوى ال 27 محافظه، لانه ده اهتمام رئاسي بانه يبقى فيه نظام محكم لموضوع الخمام. انا عايز بس اطمن سياده النائب، المقلب ديكيرنس والمقالب الاخرى سيتم اغلاقها بالكامل، كلها هتغلق. هيبقى في نظام كله بيبقى موجود في منطقه ألبشو والمقلب ده اللي هو المكان المقلب العمومي، المقلب العمومي، ويبقى عندنا المناطق دي هنرجع تاني هنشيل منها المخلفات ان امكن، واللي ما كانش امكن هناخد منها جزء وهنسويها، وبعدين هنردمها بالرمال وبعدين نعمل عليها نجيله ونعيد استخدامها يا اما نوادي او منشات خفيفه. فعشان ده هنا يعني طمأنه مزدوجه. بالظبط، يعني نخلص المقالب ونستخدم الاماكن بتاعتها، بس قدامنا وقت، محتاجين سنه او سنتين عشان نبتدي نعمل البديل. هي المشكله اللي بتقابل كل المسؤولين التنفيذيين دلوقتي، انه لما بيتكلم عن المشروع فهو الناس بتقول له فين تاني يوم. بالظبط. فهي دي مشكله يعني. صحيح. لكن كل حاجه بتاخد وقت. طيب طريق المنصوره، طريق المنصوره ديكيرنس الحقيقه برضه ده اللي سموه طريق الموت، بس ده ما كانش محطوط على الخطه السنه دي، فانا وعد مني ان شاء الله الخطه اللي جايه احنا بنجهز دلوقتي بالمناسبه في نوفمبر اللي جاي هنعمل الخطه القادمه للعام المالي الجديد 19-20، فان شاء الله نحاول نحطه على الجدول بتاعنا.
تمام. وبالتالي وان كان في بعض الحاجات دلوقتي بتتعمل بس بكميات قليله، يعني مش هو اللي احنا عايزينه، مش ده التطوير النهائي، لكن شغالين ان شاء الله. شغالين. طيب انا قبل ما هنروح للمنصوره الجديده، لان ده سؤال مهم جدا كمان خاص بكل المدن اللي هي في مصر، بس انا معايا الاستاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء الاعلامي والصديق العزيز. يا استاذ هاني اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور محمد. انا عارف انك مسحول اليومين دول ما من الدهليه لبورسعيد، لكن الله يكون في العون. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك بس اسمح لي باعتباري المتحدث الرسمي كمان لوزاره الاسكان طبعا ارد على سياده النائب بس الاستفسار بتاعه بخصوص الوحدات اللي بيتم طرحها حاليا في مدينه المنصوره الجديده. تمام. احنا المنصوره الجديده زيها زي العلمين الجديده، زي اي مدينه ثانيه بنعمل فيها وحدات سكنيه تناسب مختلف شرائح الدخل. ولكن احنا عندنا تكليف من سياده الرئيس، وده التكليف المنطقي ان احنا نستغل الاماكن اللي هي بتعتبر اماكن متميزه جدا ونجيب منها اعلى عائد عشان نقدر نصرف على باقي المستويات الثانيه. على المستويات الثانيه انت بتبدا بالمستوى اللي الناس هتدفع فيه فلوس عشان تاخد الفلوس دي تدفع للمستوى الاقل. بالظبط، عشان ادعم محدود الدخل وخلافه. وما ينفعش كمان انا اسال حضرتك السؤال ورد عليا، هل حضرتك ترضى ان الدولة تدعم مواطن هيسكن في برج على البحر مباشرة؟ لا، ده الدولة تغرقه احسن. طبعا لا. لا طبعا، ما انا بقول لك يعني. بالظبط. ده الوحدات اللي مطروحة دلوقتي ابراج زيها زي ابراج العلمين الجديدة على البحر مباشرة، وهتبقى فاخرة ومش هتطبع على احسن نظام التخطيط. انما في نفس المدينة في وحدات اسكان مميز اجتماعي، وفي وحدات لمتوسط الدخل مشروع سكن مصر، في وحدات لمشروع دار مصر متوسط الدخل برضه، كل ده بيتنفذ وهيطرح تباعا. انما الدوله لا يمكن انها تهدر الاماكن المتميزه اللي على البحر مباشره. اللي عايز يسكن على البحر يا فندم لازم يدفع ثمن الوحده. صحيح. ابقى دوله بهدر مال عام لو دعمت مواطن هيسكن في احلى، هل ينفع مثلا في القاهره الجديده ابيع في منطقه الجولف بسعر مدعوم؟ لا لا طبعا. لا لا طبعا. هي دي سياسه الوزاره دلوقتي اللي بتنفذها، او سياسه هي سياسه، هي فلسفه الدوله كمان. بالظبط، يعني فلسفه الدوله. بدعم محدود الدخل وبقدم له الدعم الكامل في ثمن الوحده وفي سعر الارض اللي ما بيدفعش ثمنه وفي الخدمات وفي الفايده من البنك المركزي اللي مدعومه 5% و7% ومش موجوده في اي وحده ثانيه، وانه بيدفع على 20 سنه. انما المواطن اللي عايز يسكن على البحر وبرج ارتفاعه كذا دور لازم يدفع ثمن الوحده دي الحقيقي، واخد انا العائد ده ادعم فيه الثاني، وهي دي العداله الاجتماعيه. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء والمتحدث باسم وزاره الاسكان. هو هنا وضح الموقف انه يعني اكيد في وحدات ل يعني المستويات المختلفه. الحقيقه انا يعني انا سالت السؤال ده امبارح لمعالي السيد رئيس الوزراء. انا بقول لك اول مره اروح المدينه و فانا شفت على في فيلل، في اسكان متميز، في اسكان متوسط، في اسكان اقتصادي. فبقول يعني بس انا بس بستاذن حضرتك، احنا بنطمن بس لانه في تليفونات كتيره من المنصوره، فاحنا هنبقى يعني هناخد فاصل وهنبقى دي مساحة حرة حضراتكم تتكلموا مع سيادة المحافظ. في كل المستويات موجودة. في أبراج فوق ال 20 و25 دور و30 دور، دي موجودة ليها عليها إقبال معين، وبالتالي الناس اللي هتسكن في أبراج دي وهتدفع آلاف هناخد من ده يصرف على الإسكان الاقتصادي، وبالتالي إن شاء الله هيبقى في كل حاجة متاحة. لكن هي تبقى مدينة متاحة للجميع، يعني اللي ساكن اقتصادي ولا ساكن متميز ولا ساكن متوسط هيمشي على نفس الكورنيش وهيشوف نفس البحر. صحيح. وياخد نفس الخدمات. بس هو عشان يسكن على البحر هيدفع ساكن. بس الراجل اللي هيسكن في البرج هيدفع هيدفع في المتر. هو احنا ما هو ده اللي انا كنت بكلم حضرتك فيه في فكره الثقافه، يعني مثلا الناس بتعتبر انه العداله الاجتماعيه معناها انه الناس تسكن في نفس المستوى
حتى لو اختلفت دخولهم او اختلفت مستوياتهم الاجتماعيه. ما دي مش العداله الاجتماعيه. دي العداله الاجتماعيه انه الخدمات تبقى متاحه للجميع. تمام. يعني انا الممشى بمشي انا و ده اللي انت اللي بتقدمه الدوله. يعني بتقدمه الدولة, الدوله دلوقتي. يعني الدوله عامله ممشى ده لكل المواطنين. 4 كيلو لكل المواطنين. الاتاحه لكل الخدمات. وكمان ان هي بتاخد بتدي الخدمه بتمنها كاملا بالزبط. لفئه عشان تدعم فئه اخرى. بالظبط كده. طيب. انا اخر حاجه في المساحات دي لانه يعني بعد فاصل هنفتح التليفونات للمواطنين الدقهليه. الجزء الثقافي دايما يعني لما بنتكلم مع المسؤولين التنفيذيين طول الوقت فبنقعد نتكلم على الصحه، الصرف الصحي، التعليم، الطرق، لكن عقل المواطن في الدقهليه خاصه انه في معركه ضخمه جدا مع التطرف ومع الارهاب وتحصين العقول، وخاصه ان المنصوره والدقهليه مدينه او محافظه مبدعه، يعني في عدد كبير من اعلامنا ومثقفينا، وفي حركه كان في حركه دؤوبه للفن والثقافه في المنصوره. طبعا الوضع ايه دلوقتي؟ بص يا فندم، الملف الثقافه ده برضو من الحاجات المهمه جدا لو نتكلم على بناء انسان حضرتك، بس مش بتبنيه صحيا وتعليميا وبرضو بالظبط الدماغ بقى، الثقافه الدماغ نفسها. فاحنا مهتمين بالملف ده. احنا عندنا الحقيقه في مكتبه مصر بتقدم خدمات للشباب، عندنا قصر الثقافة. الحقيقة أنا لما جيت برضو وخلال الشهر ونص اللي فات ده لقيت القصر الثقافة مقفول. ده من زمان بيتعمل بالظبط من فترة. ليه؟ لأنه عنده مشكلة مثلا مش مؤهل لمقاومة الحريق وكده. لكن أنا الحقيقة تواصلت مع الشركات اللي هي بتشتغل فيه ومع الدفاع المدني عندنا، وعدونا خلال بالظبط أسبوعين يعني مع نهاية هذا الشهر هينتهي مشروع التطوير ويتفتح قصر الثقافه تاني للجمهور ان شاء الله. ان شاء الله الشهر ده، خلال الشهر ده. طب نهايه حلو. هذا الشهر ده خبر كويس يعني. خبر ان شاء الله كويس. الملف الاخر اللي هو انا لقيت مبنى مقفول في المنصوره، ولما سالت عليه عرفت انه ده مبنى مبنى الحزب الوطني ومقفول من 2011، وبالتالي اخذنا فيه اتجاه ان شاء الله نشتغل عليه نحوله الى متحف. متحف، ويبقى متحف متاح لمشاهير وعظماء الدقهليه. حلو ده. انا بشوف ام كلثوم، شباب صغير ما يعرفش ام كلثوم. شوف في عدد كبير. عدد كبير. يعني اقصد عندنا كتير جدا. في الدقهليه الشيخ الشعراوي. عندنا يعني عندنا الشيخ جاد الحق، عندنا يعني علماء كبار جدا موجودين في محافظة الدقهلية. طيب انا عايز اعمل متحف حاجه على مستوى راقي جدا انه يليق ب ده متحف تعريفي بمشاهير تعريف المحافظة، ولو في مقتنيات مثلا من عندهم بالظبط مقتنياتهم. يتعمل حاجه كمان مصممه بشكل ابداعي شويه. بقف قدام الصوره يبقى في حاجه شاشه عرض بتعرض للتاريخ، بتتكلم لي حتى عنه سواء كان كلام مكتوب او كلام بسماعه بيتسمع. عشان برضو ده هايل جدا يعني. ده دكتور حاجه نعمل حاجه جداً. حلوه كده. فده يعني جزء من الثقافه. فبدل المتحف المتحف عندنا المكتبه وعندنا قصر الثقافه. وعندنا قصر الثقافه احنا بنهتم دلوقتي. كان في حد النهارده بيكلمني على نبتدي نتكلم ندخل على المدارس بقى وندي الولاد جرعه ثقافيه غير الجرعه التعليميه. هسالك يا فندم، والسينما والسينما يعني المنصوره، احنا لما كنا في هناك كنا في كليه الطب يعني، فمعانا كنت بزوغ من الكليه بروح السينما لان كنت قررت ما اكملش يعني. فكان في 3 سينمات غير سينما قصر الثقافه يعني، كانت في عدن واوبرا والنصر وسينما قصر الثقافه كمان. في دلوقتي ما فيش. ما هو هذاك مع التقدم التكنولوجي والاتاحه الناس ما بتروحش سينمات وللاسف بيروحوا. انا انا يعني انا دايما بحب اروح سينما انا الاخر يعني ان شاء الله حتى مره في الشهر ولا حاجه. لكن التقدم ده خلى يمكن شويه الاقبال على السينمات قل شويه. لكن طبعا يعني لما افتح قصر الثقافه هتبقى فيه سينما وفي مسرح. قصر الثقافه نفسه هيبقى فيه سينما. صحيح صحيح. السينمات الاخرى الحقيقه انا يعني يمكن دول قطاع خاص. قطاع خاص. فانا برضو لو عندهم مشاكل هنحاول نحلها، لانه طبعا ده جزء من التصنيف. يكونوا موجودين. ده عدن اتبنى مكانها عماره. انا عايز اقول لحضرتك ان كمان الحديقه اللي انا بقول لحضرتك عليها الهابي لاند بيبقى فيها هتحول فيها الى اماكن قراءه. عندنا اكشاك قراءه، اكشاك فيها حاجه تتعرض باستمرار.
لا يعني في جزء التثقيفي ده هيبقى موجود. طب هسأل حضرتك بنفس الدرجه، يعني مثلا حضرتك قابلت المستثمرين وبتقابل النواب، هل عملت يعني اجتماع مع مثقفي وادباء الدهليه ولا ده جاي؟ لا انا ما عملتش ان شاء الله ده جاي، بس انا قعدت مثلا مع صح يعني الاعلام بالذات، الاعلام المراسلين، قلت لهم خليكم، لا يعني المراسلين دول في ناس منهم المقيمين في الدقهليه ومن الشعب، خليكم عنا اللي موجوده في الشارع بحيث ان انتم تساعدونا. يعني تساعدونا بمعنى ايه؟ يمكن ملف السينمات ده انا ما تطرقتلوش، كويس ان حضرتك فتحته معايا النهارده، فانا اتكلم طيب فين السينمات ومين اللي بيروح سينما فيهم ومين التيارين، نبتدي نطلع لجان عندنا. أنا بستعين، واعتقد اجتماع مع الشعراء والروائيين، لانه في عدد كان عندنا من كان عندنا الكتاب الاسبوع المهمين. الماضي عندنا الاسبوع الماضي كان مهرجان المنصوره الدولي في الشعر، كان عندنا مهرجان وفي ناس جايه من دول عربيه، يعني المهرجانات شغاله، يعني صحيح. المهرجان شغال، مهرجان الشعر في وسمينه حتى مهرجان المنصوره الدولي، وده كان فيه مجموعه من الشعراء جايين من دول عربيه وقعدوا ثلاث ايام ثلاث ايام يعني معرض و ففي مسارات واضحه لمساله يعني الثقافه، يعني ده اهتمامنا. لكن الحقيقه انا ما قعدتش مع المثقفين، بمعنى دي هنحطها على الاجنده ونشوفها طبعا ان شاء الله، ونشوف هم طلباتهم ايه وايه الحاجات اللي هم مطلوبه ان احنا ندعمهم فيها كمحافظه. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ملف الثقافه ده ملف مهم جدا، لان احنا بنتكلم على بناء الانسان المصري، الإنسان. صحيح. عشان ما يروحش في الاتجاهات مش هنبني مدن وما نبنيش الانسان. طيب هنطلع فاصل فندم قصير ونرجع بعد الفاصل، هنكون مخصصين الوقت ان شاء الله لنهايه الحلقه لمداخلات حضراتكم اهالي الدقهليه وسياده المحافظ. الحقيقه يعني هذا ما يبدو من تواصلنا، انه يعني صدر رحب جدا يستمع، وهي الفكره انه احنا بنعرض المشكله وبنسمع ايه اللي هيحصل ليها او ايه الحلول المطروحه ليها. خلينا نخرج فاصل واعود لحضراتكم في انتظار مداخلاتكم واسئلتكم للدكتور كمال جاد شاروبين محافظ الدهلي. ليه يا بلد؟ مصر اللي باعها خسر دلعها. انت مغير دنيتك اقل عام. حاجه رائعه جدا طبعا استاذ صبحي، مفيش احسن منه، هو اللي علمنا يعني ايه مصر. احنا محتاجين نشوف الجرعه الجميله لاجلك. المسرح المصري فن جاد وليه رساله، وفي نفس الوقت دمه خفيف وممتع. احنا النجاة للوطن والوطن لينا نجاة. العرض
والله صحيه جامده جدا بقى لها بتاع 14 سنه بس اخيرا. العروض الجريئه ما حدش بيعملها غيره وسيبقى محمد صبحي الى الابد، لان حقيقي مسرحيه حاجه فوق الوصف فوق الخيال. والله مبسوط جدا بالعرض الساري، زخم فني ثقافي كبير، ونفتخروا الف الف مبروك للمسرح المصري. طبعا احلى حاجه في الدنيا النهارده، عرض جميل جدا. بنصح اي حد ان هو عايز يتفرج على عرض حاجه فيه بالاسره يجي يتفرج على عرض في بيته. دورة ناديه لطفي بيتكرم فيها ديك برابر السينما المصريه، ان شاء الله ربنا هينجيك وهنبقى دايما مع بعض وعينينا بتشوف. علمنا معنى الحياه، ما تتراجعش عن ان تستمتع بالحياه لاي سبب من الاسباب. خالد الفيشاوي اداها وقدود وانه قادر على ازاحه هذا الصداع. فاروق الفيشاوي الجدع الراجل صاحب صاحبه. احنا فخورين بيك وبنشكر مهرجان اسكندريه على تكريمك، وتستاهل كل تكريم وتستاهل كل حاجه حلوه. في مظاهره حب يا فاروق، الناس في الشوارع بره بتخليك تتغلب على اي صعب يا حبيبي. ترددت كثيرا جدا وان انا اقوله لكم، دور المعالج قال لي فاروق احنا عندك سرطان، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع. وانا واحده من محبيك وبقول لك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب دايما كل الخير والصحه والامل وكل القوه. فاروق شوقي ده علامه من علامات الفن في مصر، هو الفنان والاب والصديق والمعلم وكل حاجه في حياتي. شفت احمد وهو اختار ادواره ازاي وبيعشقها ازاي وبيخلص فيها ازاي، خلاني اكتشف ان انا فيها حاجات انا ما كنتش اعرفها. انا بحبه كمان قوي في موعد مع الرئيس مع بعض. كان مع الرئيس طبعا طبعا طبعا. رسالة لكل واحد بتجيله حاجة من عند ربنا لازم يستقبلها بالقوة دي. ده من كرم اخلاقه ان هو عايز يعني زي ما انا كرمتكم وانا كنت معاكم فانا بتحامى فيكم. صح انت يا طيب يا حنين. احلى النجوم الليله 11 مساء على شاشه المحور. اهلا بكم من جديد. قبل ما يعني نستقبل اسئلتكم، انا حابب اسال حضرتك سياده المحافظ على طريقه التواصل ما بينك وبين الجماهير في المحافظه، يعني في ميعاد بييجوا فيه بتتلقى تتواصل شخصيا معهم ازاي؟ بص حضرتك، اولا يعني تليفوني من اول يوم طيب بيبقى متاح على النت للجميع. حط على النت تمام. وانا بستقبل تقريبا بس ده ما ازعجكش. لا لا خالص خالص خالص. اللي اقدر الحقيقه اللي بقدر ارد عليه بقدر، واللي ما بقدرش طبعا ببقى في اجتماع ولا حاجه بسيب التليفون مع حد من من المكتب يعني يرد. فانا بالعكس التواصل، انا حريص جدا على التواصل مع المواطنين، كان في الشارع او كان من خلال التليفون او احنا الواتس. التليفون على فكره الجروب الواتس ده يعني بنستقبل عليه الاف الرسائل كل يوم بجد يعني من المواطنين. للمواطنين معظم يعني الناس اللي انا بقدر ارد عليه شخصيا برد، واللي ما بردش عليه بخلي حد يرد عليه. بالاضافه عندنا صفحه المحافظه دي فيها صفحه فيها الاخبار وفيها في نفس الوقت للشكاوي، يعني لو اي حد عنده مشكله بيحط بيكتبها وفي حد قاعد 24 ساعه على الصفحه بيتواصل مع الناس، بمعنى شكوتك وصلت تم تحويلها، لما يبقى في رد بيقول المواطن اللي كان بيسال عن الحاجه الفلانيه تم حل المشكله وهكذا. او بيوجهوا المواطنين، يعني عندك مشكلتك دي تروح الحي حي شرق حي غرب، تروح مدينه السنبلاوين عشان تتحل لك مشكلتك، يعني بيوجهوا الناس مع التواصل برضو مع رؤساء المدن. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا لقاء
جماهيري كل يوم ثلاث. كل يوم ثلاث عندنا الصبح بنبدا من 9 صباحا لغايه لما بينتهي اخر واحد. في ناس بتيجي بمواعيد مسبقه. ده مفتوح. مفتوح. بتبقى في ناس واخد جايبه بمواعيد مسبقه لانها عندها مشاكل فبندرسها وبتتحل. يعني واحد جه قدم شكوى فبقول له طب تعالى يوم الثلاث الجاي نطرح المشكله. اثناء الفتره دي احنا بنحاول نجمع فحصنا المشكله. فحصنا المشكله. بالاضافه انه هذا الاجتماع الجميل فيه انه مش بس المحافظ اللي بيقعد مع الناس، كل رؤساء المدن بييجوا هذا اليوم. فبالتالي اللي جاي من ديكيرنس مشكلته قدام رئيس وقاعد قدامه، فاحنا بنسمع المشكله نبتدي ناخد راي المسؤول عن المدينه. لو ما كانش في حاجه بنعمل احنا توجيهات ازاي تتحل. وطبعا الحمد لله يعني بنشارك او بنحاول نحل معظم المشكلات. في حاجات بسيطه جدا، في ناس طبعا بتبقى محتاجه دعم مالي، في ناس بتحتاج علاج، ناس بتحتاج كشك عشان يبني في حته. احنا طبعا مانعين حته الاكشاك دي في داخل المدن. داخل المدن لكن في القرى بنسمح بتعمله وبنقول كده بكل كل وضوح. يعني نعمل لكم الكشك، وكمان في بعض الاحيان في الحالات اللي هي محتاجه دعم مادي احنا بنفرش له الكشك. يعني بديله 3000 جنيه بضاعه داخل في الـ في الـ ليه. طب خلينا نستقبل بقى التليفونات. ما الاستاذ وائل من المنصوره، اهلا بيك يا فندم. الله يبارك فيك يا باشا. السلام عليكم. اتفضل اتفضل. ليا شكوى في مجلس مدينه الجماليه. شكوى في مدينه الجماليه، قول يا فندم. في مجلس مدينه الجماليه ليا شارع 3 متر مؤدي الى الارض الزراعيه. وبيه مروى الري بتاع الارض. قام الجار وقفل الشارع ببراميل ملاءه بالخرسانه وعمل سلم في وسط الشارع ورخام. توجهت الى مجلس مدينه الجماليه. تمام. طلع له قرار ازاله بالاشغالات. مهندس التنظيم في الاداره الهندسيه وقف القرار. طلع قرار من السيد رئيس مجلس المدينه بتشكيل لجنه. نزلت اللجنه وتلاقت مواسير الري مكسوره والفتحه انذرت المشكو بحق. جاء مهندس التنظيم برضه قال ده خارج الحيز العمراني. جبت الخريطه والشارع ثلاث ارباعه على الحيز العمراني. فالمهندس برضه قال برضه مش هيتفتح الشارع، هات لك شارع مدخل ثاني للارض. الارض بتاعتي مهدده للبور دلوقتي. تمام. بشكرك استاذ وائل. استاذ ياسر من المنصوره. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. بصراحة الدكتور كمال على فكرة يا استاذ دكتور محمد بيفتح الموبايل بتاعه 24 ساعة، يعني أنا كلمته امبارح الساعة 9 بالليل فاتح موبايله، النهاردة بإذن الله كلمته الساعة 9 الصبح لقيته فاتح الموبايل بتاعه، ودي حقيقة فعلا. اتفضل يا فندم. وراجل محترم جدا على فكرة. الحاجة اللي أنا طالبها من حضرته في تلاجة في دياسة بتاع تلاجة جادو، أنا رحت لرئيس مجلس المدينة عشان السلم الازاله بتاعته والمواتير عامله لي ازعاج، ما بعرفش انام ولا صيف ولا شتاء. حضرتك طلع لها قرار ازاله بالسلم والمواتير لانها بدون ترخيص، والى هذه الساعه القرار لسه ما اتنفذش. واروح الوحده المحليه يقولوا لي كل يوم بكره 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 وما يدونيش ميعاد. الحاجه الثانيه، في ليا صديق عنده 7 عريض كتله سكنيه عاوز يعمل ملعب خماسي بالنجيله. يا ريت نشجع الشباب ونعمل لهم ملعب بدل الحاجات اللي هم بيتجهوا لها للغلط. ده في دياسة عندكم؟ في دياسة في قرية دياسة الخضع. اشكرك. الاستاذ تامر. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. تامر ابو الخير من المنصورة، من قرية شيوع مركز المنصورة. اهلا بيك، اتفضل. يا اهلا وسهلا. اولا برحب بيك وبالسيادة الوزير وبشكره طبعا على المجهود اللي عامله من يوم ما وصل الاهلية، وانا متابع شغله كويس جدا. احنا عندنا في بعض المشاكل في الداخلية، اولها موضوع القمامة. انا برجو من سيادة الوزير ان موضوع القمامة ده ميبقاش بشكل مركزي، اتمنى انه يكون بشكل على مستوى القرى، لان هو السواد الاعظم في مصر كلها هي القرية المصرية. وطبعا الشركات للاسف الشديد اللي بتاخد القمامة من القرى للاسف ما بتشتغلش بشكل ما عليه ما يعملش مبادرة لرؤساء الوحدات المحلية ان كل قرية تنشئ شركة قمامة خاصة لصالح القرية، وكده كده هتحصل الفلوس جزء منها يروح للمحافظة وجزء منها يكون لصالح القرية، يتصرف منه على اعمال خدمية في رصف في انارة في كذا في كذا، يكون في رصيد موجود دايما في القرى. تمام. حاجة ثانية، انا قرية شهة الوحدة المحلية بتاعتها تقريبا تعداد سكانها 187 ألف نسمة.
187,000 نسمه دولت. احنا عندنا مستشفى قائمه وموجوده، بس للاسف الشديد ما فيش اي خدمات تحت اي ظرف من الظروف. يعني لو واحد عايز يتخيط خياطه ما فيش خياطه، لو واحد متعور ما فيش، حتى الاسعافات الاوليه مش موجوده. ودي مشكله كبيره طبعا. تمام، كثافه سكانيه كبيره جدا. اشكرك اشكرك استاذ تامر. الدكتور جمال العبيدي الاستاذ بمركز الجهاز الهضمي بالمنصور، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اتفضل محمد، تحياتي لحضرتك والمعالي المحافظ اللي نور الدقهليه كلها. اشكرك. وانا اتفضل. الحقيقه التقيت بيه بعد ما جيبه اسبوع، شخصيه محترمه جديره بالاحترام، والحقيقه هو اشار الى دور المجتمع المدني في دعم الدوله في بالذات في الايام اللي احنا فيها دي. وباختصار شديد احنا خدنا قطعه ارض من الدوله على طريق الدولي الساحلي بننشئ مستشفى ضخم جدا لعلاج امراض الجهاز الهضمي وجراحاته وزرع الكبد. بنبني المستشفى على 10,000 متر تقريبا، المبنى خلص. نتمنى من السيد المحافظ يدعمنا، وهو كان وعد بالزياره. ونتمنى معاليك يا دكتور محمد تبعت كاميراتك تشوف المبنى. الحقيقه احنا عملنا جمعيه اسمها ده. انت تؤمر يا دكتور؟ طبعا تؤمر. ربنا يحفظك ربنا يحفظك. احنا عملنا جمعيه اسمها ثلاث ثلاثات، مجموعه من الاطباء ورجال الاعمال لعمل مستشفى خيري كامل، 250 حجره، 200 يعني 250 سرير. مشروع ضخم جدا مقابل المنطقه الصناعيه وعلى حدود المنصوره الجديده. اتمنى من معالي المحافظ يشرفنا بالزياره، ونتمنى من حضرتك يا دكتور محمد. لا، هنبعت كاميرات والاستاذ علام. الاستاذ علام هي يعني ياخد يسحب التليفون وينسق مع حضرتك. هنبعت كاميرا فورا طبعا طبعا. اشكرك استاذ محمد من المنصوره، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بسياده المحافظ. اهلا بيك، اتفضل. المشكله بتاعتنا باختصار، احنا لينا ارض 108 فدان. منين؟ من الدهليه. انا من المنصوره نفسها. المنصوره نفسها، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا لينا ارض 108 فدان بتتبع زمام جمعيه الجهاد. الارض ديت المفروض اللي هي مسجله سنه 84 تبع العقد الرئيسي بتاع الجمعيه ب 5000 فدان. تمام كده؟ سنة 97 طلع قرار من المحافظ ان الارض الجمعية فيها زيادة، وان الزيادة ديت هو عايز يضمها للمنطقة الصناعية بتاعت جمصة. 2003 خدنا حكم نهائي بات من المحكمة بيقول ان الارض ما فيش فيها زيادة، وان الارض ديت ملك الاعضاء وتابع جمعية الجهاد. ده كان بناء على تقرير من لجنة الخبراء نزلت من وزارة العدل. حكم نهائي بات. اوكي. 2006 طلعت خرائط مساحية جديدة، تمام، من المساحه هنا في المنصوره. جات الجزء بتاع الارض بتاعنا راحوا ضامينه للمنطقه الصناعيه مباشر. بخلاف بقى ضربوا بعرض الحائط تقرير لجنه الخبراء اللي فيه خريطه برضه 2003، وضربوا بعرض الحائط حكم المحكمه 2003. تمام تمام كده. طيب الخريطه دي 2006 وراحوا رايحين مسجلينها سجل عيني، اصبحت الارض مسجله مرتين، مره شهر عقاري احنا مسجلينها تبع الجمعيه سنه 84، ومره في 2006 متسجله تبع المحافظه هنا فين؟ في السجل العيني. طيب بعد كده فضل الوضع كما هو عليه، احنا بنزرع الارض مستصلحينها من سنه 84 على حسابنا احنا، على حساب الاعضاء قعدنا بنزرعها لحد ما جه المحافظ اللي هو الدكتور شعراوي اللي فات، دخل الارض بتاعتنا ضمن الاراضي اللي معتاده. طب سياده المحافظ يعني يقدر يساعد حضرتك في ايه، او ايه المشكله فين بالظبط؟ يعني هو يقدر يعمل ايه؟ اوكي. احنا لما حصل تعدي من المنطقه الصناعيه على الارض، كسروا كل المراوي اللي بتأدي على الارض وموتوا الزرع وانتزعوا الارض بالقوه مننا. اوكي. احنا كنا طالبين طلب واحد من الدكتور شعراوي اللي فات، ان احنا في قضايا جديده احنا رفعناها بناء على حكم المحكمه القديم في 2003. اوكي. قلنا احنا عايزين ان المنطقه الصناعيه تصبر علينا لحين الفصل القضائي. هو كده يجي لحضرتك لانه القضيه كبيره. يا استاذ محمد اتفضل. سياده المحافظ اهو يعني على الهواء، هو يستقبل حضرتك مشكورا في مكتبه لانه القضيه كبيره، فخد كل المستندات. يجي لحضرتك امتى يا فندم؟ يجي يوم الاحد الجاي. يوم الاحد الجاي الساعه كام؟
الحد انا عارف ان المواعيد هيجي الحد صباحا ما نقدرش نحدد ايوه الساعه كام يجي الصبح ان شاء الله. طيب اليوم الحد الجاي ان شاء الله سياده المحافظ دكتور كمال منتظر حضرتك على الساعه 2 كده في مكتبه الساعه 2 الساعه 2 اوكي خلاص يا استاذ محمد اتفضل. طيب محمد الاستاذ محمد تاني من الدقهليه اهلا بيك يا فندم. اهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام. برحب بحضرتك وبالساده. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. منور الدقهليه كلها سياده المحافظ والله. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. انا في شكر وطلب الاثنين بسرعه كده. اتفضل. انا تواصلت مع المحافظ امبارح انا محمد وكلمته عندي مشكله بصريه وهو سمعني كويس وقلت له زوجتي وقال لي خليها تيجي مكتب القوى العامله وفعلا توجهت النهارده قال لي يا سيب بعت فاكس يا تيجي عشان موضوع عينيك قلت له لا انا هاجي ورحت وفعلا تواصلوا معايا وقال لي خليها تجيب الورق وباذن الله هنشغلها. تمام. استاذ محمد طبعا افتكرني. تاني حاجه انا قدمت في مشروع قدمت في مشروع الاسكان الاجتماعي لسياده المحافظ. ايوه. انا من ذوي الاحتياجات الخاصه عندي اعاقه بصريه فقدمت فحضرتك قدمت كل الاوراق المطلوبه نسبه 5% وفي راتب المرتب فهو كان الشرط اللي هم حاطينه كان لا يعني ال 1000 جنيه تمام؟ فانا اياميها كنت باخد 900 جنيه وحاجه فترفضت عشان الشرط دوت فيا ريت بعد اذن جنابك حد يناشد المستشار هاني يونس او سياده رئيس مجلس الوزراء اكون شاكر لحضرتك جدا الايجار عالي والدنيا غاليه وزي ما حضرتك شايف يعني. اشكرك استاذ محمد اشكرك. طيب طيب استاذ محمد من المنصوره ثالث محمد من المنصوره اتفضل يا فندم. استاذ محمد طيب انا طيب انا بعت لكم تليفون الاستاذ رمضان حبيب يا جماعه كلموه لانه الاستاذ مصطفى اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد اخبارك ايه؟ تمام اتفضل. سلامي لمعالي الوزير المحافظ اللي انا مش هنساله ابدا بعد الجيو للدقهليه باسبوع كلمته الساعه 9:44 دقيقه بالظبط عن مشكله في مدينه نضغمر في دار ايتام الساعة 10:30 معالي الوزير كان جوه الدار. انا بجد يعني بشكره عليها. الحاجة بقى الاخيرة اللي انا عاوز اتكلم مع معالي الوزير فيها ودي كان لنا شرف ان برنامج 90 دقيقة كان راعي لينا فيها في شهر 4 اللي فات ونزل كاميرا صورت معانا احنا اولياء امور مدرسة التربية السمعية لضعاف السمع في ادوس. المدرسة ديت عبارة عن 8 فصول فوق مسجد. الحمد لله ربنا اكرمنا واتحطت ودخلت جوه اتعمل لها تخصيص السنه دي وقطعه الارض موجوده والمقاول رسيت عليه المناقصه ونزل بالفعل يشتغل وودع عينات وبدا في الفحر وقف قدام منه عقبه اللي هي رخصه الري. الري بيقول ان انت تحتاج تكون مسافه 50 متر احنا مسافه تزيد عن 150 متر. المدرسه ديت احنا محتاجين بس من معالي الوزير موافقه للصالح العام مدرسه 8 فصول فوق المسجد ما لهمش حوش ما لهمش اي حاجه سياده الرئيس بيقول دول احتياجات الخاصه. تمام يعني محتاجين استاذ مصطفى موافقه من سياده المحافظ. بشكرك استاذ رمضان حبيب. استاذ رمضان اتفضل يا فندم. يا استاذ رمضان اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذنا الاستاذ الدكتور محمد علمتنا الصحافه على ايديك في ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك اتفضل يحفظك يا دكتور محمد. اتفضل يا فندم. شهاده حق يا دكتور محمد ان دكتور كمال من ساعه ما رجله نزلت الدقهليه ما يعرفش شكل مكتبه ادا واحد. اثنين بيتكشف البلد جاب مستشار محترم اسمه صبر الجندي بيتواصل مع الاعلاميين والصحفيين بدرايه وبعلم نفتقده مع بعض المحافظين الاخرين. فالدكتور كمال ضد الفساد يا دكتور محمد وانا يشرفني ان انا كلمتك لانك انت استاذي في البوابه نيوز ودكتور كمال بجد الراجل مش مقصر في اي حاجه وجوله معالي رئيس الوزراء امبارح ومجموعه من الوزراء متواجد من الساعه 6 الصبح في الشارع يا دكتور محمد. فاحنا نساعده ونقول له نساعده ونقف معاه. هو سياده المحافظ قال انه طلب من الصحفيين والاعلاميين في المحافظه انه ما يبقوا عين البلد يعني يمدوه بالمعلومات في مشكله في حاجه وانا واثق طبعا بانه الدور ده الزملاء الصحفيين والاعلاميين في الدقهليه ان هم يقوموا بيه ان شاء الله. طيب معانا
استاذ احمد حموده، اهلا بيك يا فندم. اهلا حضرتك. اتفضل. كنت عايز بس اكلم معالي الوزير. اتفضل معالي الوزير، معاك يا فندم. لو سمعت معالي الوزير، انا كنت قابلت حضرتك في حي شر في مره، وكنت عرضت مشكلتي ان انا عندي كرفان بتاع مأكولات ومشروبات، وبقالي اكتر من سنه بجري في حول ترخيصه، ومفيش حد من الاحياء بيساعدني. روح لاستاذ فلان، روح لاستاذ فلان، روح للمرور، هات موقف من الحته الفلانيه. واخر ما زهقت، اخر حاجه قالها لي في رئيس في في في, في مجلس حي غرب، قال لي يا باشا ما عندناش اليات التنفيذ للمشروع. هو في قرار وزاري جنه، وفي اللهم صل على سيدنا محمد القانون رقم 92 لسنه 2018 برضه جنه، بس ما عندناش اليات التنفيذ. فانا صراحه انا تعبت من الموضوع، ومش عارف اعمل ايه، يعني مش عارف اروح فين، ولا ايه المفروض الاجراء، او ايه الجهه المختصه اللي لترخيص الكرفان ده، او اوصل مكان. تمام، هيكلمك السيد المحافظ فندم. استاذ احمد، استاذ احمد اهلا بيك يا فندم. استاذ احمد. الو. طيب طب يعني وطي التلفزيون يا استاذ احمد لو سمحت، وطي التلفزيون. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. معاك يا فندم نبيل المنجي من قريه بدواي. استاذ نبيل اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بمعالي الوزير. اتفضل. اهلا بيك يا عم. منور والله يا باشا. اتفضل يا فندم. ممكن سياده الوزير محافظ الدهليه، ممكن بس انا عندي شكوى، ورحت لرئيس مجلس المدينه في بالنسبه للمدفن في قريه بدواي. اشتكيت واحد بيبني مقبره جنب المدفن بتاعي، وقام سد الشباك عمدا، وهو له مقبره واحده، عمل المقبره ديت اربع مقابر. ورحت لمعالي الوزير اللي هو كان قبل يعني الوزير. يا استاذ نبيل، احنا بنتلقى شكاوى الدنيا، فانت جايب لنا شكاوى الاخره. اتفضل. هي الاخره هي اللي دايما يا معالي الباشا. هي الاكبر. ربنا يديك طولة العمر. اتفضل. ربنا يبارك فيك. معاليك معالي الوزير كمال بيه الموجود اهوت، انا دخلت للمحافظ اللي هو السابق، وكان حظي ان هو راح يحج. سيادتك كمال بيه موجود اهوت يشوف الوضع دوت. رحت رئيس الوحده المحليه، رئيس الوحده المحليه ما عملتليش حاجه، تواطأت مع المواطنه اللي كانت بتبني التربه، سدت الشباك عليا. وده ملكي. طب وانت المقبره بتاعتك بحري ولا ابلي؟ نعم. المقبره بحري ولا ابلي؟ مش سيادتك بقى مش لا والله والله ما بقى. طيب ربنا يخليك، خلاص سياده المحافظ هيجاوب على حضرتك. طيب احنا لازم نختم بالشكوى دي. اتفضل. طيب يا فندم. لا انا الاستاذ نبيل بدوي على دماغي طبعا، انا يعني اذا كان فهم خطا انه انا لا بالعكس والله، بس هي الشكوى غريبه فعلا يعني لا يعني احنا مزاحمين بعض في الدنيا، هنروح نزاحم بعض في الاخره، دي صعبه قوي قوي يعني. اتفضل. احنا عندنا يعني الاول عندنا مجموعه متنوعه ومتنوعه. انا عايز بس ابدا برضو بالترتيب، ابدا بالترتيب كده. الاستاذ وائل اللي اتكلم من على مدينه الجماليه انه في قرار ازاله والشارع 3 متر. اولا طبعا ما فيش شارع 3 متر، لان المفروض لو كان 3 متر لازم الجار الثاني الناحيه الثانيه يسيب 3 متر، لكن هو في قرار ازاله للناس. النهارده انا حاجه مماثله بالظبط، كانت في طلخه، وفي برضو المواطنين يعني بيبني البيت ويعمل الدور عالي شويه، فبيضطر عشان يدخل البيت يروح عامل سلم داخل في الشارع مترين ونص. هو الشارع 6 متر، فخد مترين ونص عشان يدخل سلم هو. فالباقي الناحيه الثانيه بتدخل عربيه مطافي ولا بتدخل عربيه مفيش حاجه. النهارده الحقيقه يعني كلمت رئيس مجلس المدينه وعمل حمله، شال كل البيوت، كل السلالم المخالفه. بشكل كامل. بشكل كامل. عشان فان شاء الله يعني انا بالنسبه للاخ وائل هنشوف مع رئيس مدينه الجماليه، وان شاء الله هنشيل المخالفه، اي حاجه مخالفه. انا الحقيقه اديت تفويض للساده رؤساء المدن ازاله المخالفات من المهد.
يعني اللي عمل مخالفه يا فندم ما اقعدش استنى جنبيه بعمل له مخالفه وابعتها، انا جات لي مخالفه حد من 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 رؤساء المدن بعتها لي عشان اعتمدها من هي من 2015. طب بعد ثلاث يعني. عشان اعتمد الازاله بعد ثلاث سنين حضرتك، الازاله دي اللي هو كان كاتبها دور ارضي اصبحت حاجه تانية ومسكونه ومخطوط والدنيا الدنيا اتغيرت. فانا عشان كده اول حاجه عملتها اديتهم تفويض لازاله المخالفات. ايوه الرؤساء المدن كلهم والاحياء. ده حلو ده، تفويض بازاله المخالفات فورا من المهد. تمام ده اول حاجه. فان شاء الله بندينة الجماليه دي هنشوفها ان شاء الله ونزيل الاستاذ ياسر اللي هو استاذ ياسر المنصوره بيتكلم على ثلاجه وفي قرارات ازاله قراريط اللي هو عاوز ملعب عايز يعمله ايه. طبعا السبع قراريط دول لو في ملكيه ليهم احنا بناخد موافقه الزراعه، لان دي برضو قراريط زراعيه. فبنتكلم بناخد موافقه الزراعه اللي احنا هنستعملها حاجه عامه منفعه عامه، وده نقدر نسعى فيه، وبس يجيب لي الورق بتاعها واحنا نسعى فيه ونخاطب وزاره الزراعه ونخلص له الموضوع بتاعه. والتلاجه دي ما بعرفش موضوع التلاجه دي برضو دي يا فندم دي القصه كلها ساعات بتتوقف على البيئه. لازم هم عندنا ناس بتوع البيئه بيطلعوا لصاحب التلاجه ده لازم يوافق، لازم يعني زي ما بيقولوا ايه يوفق وضعه عشان يبقى اولا لو فيها صوت لازم يعمل كاتم صوت، لو فيها تسربات ولا روايح لازم يبقى في طريقه لعمل مدخنه ولا اي حاجه تطلع. يعني هنقدر ان شاء الله مع البيئه نحل له مشكلته باذن الله. استاذ تامر او الازاله او الازاله لو المخدنيه مخالفه مش هتعمل. تامر من المنصوره القمامه بشكل مركزي، وانا يعني طبعا في عندنا حاجه جميله جدا، في قرى ابتدت يلموا من الناس من بعضهم، المحل بياخدوا منه 10 جنيه ومن الوحده السكنيه 5 جنيه، وجابوا جرارات زراعيه وبيجمعوا القمامه وبيودوها لاقلب لاقرب مقلب عندنا. ودي جمعيه تنميه المجتمع انتشرت الحقيقه في اكثر من قريه، ودي انا شايفها انجح حاجه لانه انا ببعد عن المحليات. هم ينظفوا بلدهم ينظفوا قريتهم ويبقوا مسؤولين عنها، ولو عندهم فائض عايزين يدعموا مجلس المدينه عشان يجيب لهم عربيات في وقت الذروه، يعني ساعات بيجيبوا يبعتوا لودر يجيب يساعدهم، جرار اخر يساعدهم في وقت لما تبقى في ايام او مناسبات مثلا. والكلام عن المستشفى بتاعت والكلام شوها. المستشفى بتاعت انا اعتقد ما هياش مستشفى، دي وحده صحيه، بس هو عايز يعني طبعا الوحدات الصحيه ما بتبقاش فيها 24 ساعه خدمه. لكن هي هو بيتكلم يا فندم عن 187,000 يعني عدد كبير برضه. طبعا هو ممكن يبقى حضرتك 187,000 بس على بعد 2 كيلو او 3 كيلو في مستشفى موجوده. فانا مش هقدر اعمل مستشفى كل 3 كيلو لان ليها ضوابط وزاره الصحه ليها حاطه لها ضوابط. طب لكن دكتور خلينا هشوفها برضو ندرسها ان شاء الله هل الوحده صحيه ولا لا. دكتور جمال، دكتور جمال طبعا يعني انا اشكره الحقيقه. انا امبارح في زياره معالي السيد رئيس الوزراء شفت المستشفى على الطريق الدولي ثلاث تلاتات، حاجه رائعه جدا. ويمكن احنا عدينا من جنبها، احنا هنبعت كاميرا ان شاء الله يعني حضرتك صورها نعمل تقرير كويس عنها. المجتمع المدني يشوف حضرتك المجتمع المدني بيعمل ايه. مستشفى رائعه بتستوعب عدد كبير جدا من الحالات ان شاء الله، ربنا يكمل لهم على خير لانه لسه المبنى تحت الانشاء. انا شفت خرسانات بس لسه التشطيبات. الاستاذ محمد من المنصوره، استاذ محمد خلاص هيجي ده اللي هو لا هيجي لنا لازم يجي لنا عشان قضيه كبيره جدا. استاذ محمد تاني بقى اللي هو محمد تاني بيتكلم عن طبعا اللي عنده اعاقه. انا كلمني الصبح الحقيقه ووجهته قلت له روح للقوى العامله، عندنا بعض الوظائف بتبقى متاحه في القطاع الخاص بتناسب كل سوء الاعاقه او حتى بتناسب التخصصات المختلفه. انا هو النهارده بيقول اللي هو راح بس يعني يظل واضح انه اللي طرح عليه لم يوفق في الوظيفة. موضوع الإسكان الاقتصادي طبعا ليه ضوابط، هو صحيح هو 5% إعاقة لكن ليه ضوابط في التسليم. احنا للأسف ما عندناش إسكان اقتصادي أو حتى وحدات طوارئ في المنصورة، ما عندناش ولا وحدة. تخيل حضرتك ولا وحدة في المنصورة. لكن انا برضو هتابع مع محمد، بس ممكن برضو نظرة يعني طبعا يعني هو لكن انا هتابع مع محمد. انا بالحقيقة بالنسبة لمحمد لما كلمني الصبح قلت له اهم حاجة بالنسبة لي يبقى ليك عمل وليك دخل بالظبط. ده اللي بالنسبة لي لان هو طبعا وزوجته انا واحد منهم لازم يشتغل ويصرف على البيت ان شاء الله، ولازم هوفر له ان شاء الله وظيفة وعمل لائق ويناسبه يعني ان شاء الله. الاستاذ مصطفى من المنصورة ده ادوس من المدرسة اللي هو بيتكلم عليها 5 فصول، واللي طبعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة انا هساعده،
ولو في مشكلة في الرأي أنا هقدر إن شاء الله هتدخل وحلله مشكلته مع الرأي، رخصة الرأي اللي بيتكلم عليها. ونتمنى طبعا يعني كل التوفيق طبعا مدرسة من هذا القبيل احنا بنشجعهم. أستاذ رمضان حبيب ما يعني هو بيتكلم ضد الفساد، لكن احنا طبعا هو الشعار لازم يبقى كلنا ضد الفساد، ايدينا في ايدين بعض. وانا بشكره لانه المواطن ليه دور فعال، ولازم برضو يبلغ على اي اوجه تقصير او اوجه فساد موجودة بيراها لازم يعمل، ولازم يبقى طبعا ايجابي. وانا طبعا سعيد بكل الناس اللي هي بتبقى ايجابية وبتقاوم الفساد معانا. احمد حمودة عندنا، عارف احمد كلمني قبل كده وقال لي ان هو عنده كرفان، هي بس هو بيشتغل يعني بيشغله مأكولات ومشروبات. عارف حياتك المأكولات والمشروبات محتاجة مصدر مية ومصدر صرف، لانه ما ينفعش بيبيع حاجة مأكولات ما يغسلش الحاجة او بيقدم مشروب برضو كوباية اللي بتشربها بعدين يعني. فلازم اختيار المكان، هو عايز يقف في اي حتة، ما ينفعش نقف في اي حتة، لازم نقف في مكان متوفر فيه المية والصرف. وبالتالي هو ده اللي بيتكلم عليه رئيس حي شرق معاه، بيقوله يعني المكان مش مناسب، المكان هنشوف له مكان ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ نبيل الموجي طبعا بدواي طبعا الحقيقة في مشاكل كتيرة جدا في موضوع المقابر في عامة، ويمكن حتى في بعض الاحيان في ناس بتتبرع لنا بارض جنب المقبره ويقولوا اعملوها مدرسه. وطبعا من تعليمات وزاره الصحه بالذات بتقول لا ما ينفعش تعملوا مدرسه جنب المقبره. ففي حاجات زي كده طبعا دي مشكله شخصيه مع جاره شخصيه مع جاره، لكن احنا ساعات بنتخلي رئيس المدينه او رئيس الحي يتدخل بشكل ودي الاول ونحل المشكله. يبدو ان هي مؤرقه احنا بنحل المشاكل. الحاجات بتحتاج، دي مش محتاجه قانون، محتاجه واحد قفل شباك ده محتاجه ود. فبالتالي بن الود، ولو اضطر الاثنين يجوا كمان للمحافظ ونتفق على حاجه معينه مفيش مانع. طبعا مفيش مانع، مفيش مانع. يعني حضرتك رئيس المدينه هيتدخل الا لم يحل رئيس المدينه، فطبعا طبعا يشرفني يعني. اهلا وسهلا استاذ محافظ، بشكر حضرتك جدا على كل ما تقوم به وعلى كل ما قلته، وعلى الحقيقه على سعه صدرك، وعلى ما اعرفه انا على الارض في الدقهليه ان شاء الله يعني يكون في تقدم وتطور كبير على ايدك هناك ان شاء الله في المحافظه. بشكرك جدا وهشكر حضراتكم على متابعتكم النهارده، وان شاء الله هنلتقي غدا. بس هسيب حضراتكم مع تقرير، انتوا عارفين انه في النهارده او لمده 3 ايام في مؤتمر اللي هو اسبوع القاهره الاول للمياه. الاسبوع ده بيعقد في القاهره لاول مره، في دول مشاركه، دول افريقيه ودول عربيه و دول من مختلف دول العالم، لأن مشكلة المياه مشكلة مؤرقة وتهدد البشرية بجد. يعني الناس إذا لم يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد ممكن يبقى فيه مشكلة. في مناقشات احنا هنبقى مغطين في هنا في المحور إن شاء الله الأسبوع المياه ده. فهسيب حضراتكم مع تقرير بيغطي جزء من هذا المؤتمر أو المنتدى. أقول لكم تصبحوا على خير، أراكم غدا إن شاء الله، تصبحون على وطن، وأسيبكم مع هذا التقرير. الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة، ذلك شعار مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استقبل سيادته وزراء المياه من مختلف دول العالم، ثم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين المصريين والأجانب. افتتح المؤتمر رسميا ليبدأ في مناقشة قضايا المياه. مؤتمر القاهرة الأول للمياه، والذي يهدف لتعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون